عسلامتكم، مرحبا بكم، شكرا لكم على اختيار قناة نسمة في استوديو السياسة. موعد نهار الأربعاء مباشرة من استوديوهاتنا المركزية، نقاش وحوار الأسبوع. واليوم نحكي على موضوع المجلس الوطني التأسيسي، هل أنجز حر ما وعد، كسميناها بيناتنا الحوار نتاع اليوم. الأمل كان كبير، نواب الشعب تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي، والأول مرة منتخبين شرعيا معهم الأمل في صياغة الدستور الجديد لتونس، دستور التوافق وثيقة انبعاث الجمهورية الثانية، دستور يقطع مع الاستبداد، دستور المؤسسات المستقلة، دستور علوية القانون. المجلس التأسيسي في المخيل العام وإبان 23 أكتوبر 2011، هو الحل، هو البداية، هو السلطة الأصلية اللي باش توصل للانتخابات القادمة، تحدد طبيعة النظام السياسي، ترسي العدالة الانتقالية، الدافع على الشهداء والجرحى، على الطفل، على المرأة، على الإعلام، على التهميش، وتحد من البطالة وتفتح أبواب الديمقراطية على مصراعيها. اختاروا أنهم ينطلقوا من ورقة بيضاء، اختاروا أنه يفوضوا جزء من صلاحياتهم، ومنذ البداية بدأت المفاجآت، تلاسل، اضطرابات، تجاذبات، كلام كبير ساعات، وأزمات بالعشرات، إضرابات جوع مؤخرا، تدليس إمضاءات، وتهديد بالاستقالة كذلك مؤخرا. بعد تقريبا عام من العمل، هل نجح التأسيسي؟ هل فرط أكثر ما يلزم في صلاحياته؟ هل أعطى صورة طيبة على العمل السياسي؟ هل اكتسب ثقة التونسيين؟ هل أنجز حر ما وعد؟ معايا ضيوفي ونستقبل شوية آخر موجودة، بالرغم اللي الكرسي فارغ لكن موجود، السيد محمد عبوة من عام المؤتمر من أجل الجمهورية ونائب سابق، يكون موجود معنا شوية آخر. لكن نستقبل زادة كذلك اليوم السيد زياد العذاري، اللي كان صرح نهار 12 أفريل 2012، نحن لا نريد أن تتحول قبة هذا المجلس إلى قاعة للتحقيق أو للمحاكمة. هذا كلامك سي زياد، مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة. نستقبل كذلك اليوم معايا السيد إياد الدهماني، سيد إياد الدهماني النائب عن الحزب الجمهوري. السيد إياد الدهماني كان صرح نهار 30 جوان كذلك في المجلس الوطني التأسيسي، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. نستقبل كذلك اليوم، مرحبا بك يا دهماني، بارك الله فيك على قبول الدعوة. ونستقبل اليوم معايا زاد كذلك السيد محمود البارودي، نهار 19 جويلية 2012 في قبة المجلس، يقول نفاجأ كالعادة بقرار جمهوري أقل ما يقال عنه أنه صادر عن رئيس الجمهورية المؤقت لجمهورية الموز. شكرا لك على قبول الدعوة، مرحبا بك سي محمود البارودي. ونستقبل كذلك معنا ورفقنا سفيان بن حميدة، بارك الله فيك سفيان، اللي موجود معنا في كل مرة للتحليل ولدفع النقاش. إذا كلام زاد قاله سي محمد عبو، إذا كانت تنجموا تستقبلوها في الكواليس مرحبا به، نفتحوا باب الاستوديو ويتفضل بحذانا سي محمد، يظهر لي في أجواء المباشر هذا شيء نجموا نعملوه ما فما حتى أدنى مشكل. يتفضل بحذانا شوية آخر ويأخذ الميكرو نتاعو ويجي بحذانا، لكن ننطلق في الحديث معاك سي زياد. إذا الكلام هذايا وسي محمد عبو كان قال تآمروا على النهضة، تآمروا على المؤتمر، تآمروا على أي حزب تشاؤون، ولكن لا تتآمروا على تونس، هذا من الكلام زاد اللي تقال. إذا كنت تسمع معي سي زياد في الكلام هذا بداية دورة في النقاش متاعنا على الطاولة، هالكلام اللي تقال وتقال كلام آخر ما أخطر برش، خلى التونسي ساعات يقول شو قاعد يصير في المجلس الوطني التأسيسي متاعي اللي طلبت به أنا. هل هذا النوع من الحراك السياسي داخل مجلس تأسيسي تعتبره عادي غير عادي؟ هل تم تهيئة الرأي العام التونسي للبث المباشر الذي يضعه أمام لعبة سياسية قوية جدا في تأسيس لجمهورية ثانية؟ كان حاضر التونسي للشيء هذا ولا ما كانش حاضر، وللتدافع هذا ولا ما كانش حاضر؟ وهل تعتبر أنه اليوم، في سؤال أولا، هل تعتبر أنه هالكلام هذا كان عنده وقع سيء أو وقع طيب في تعاملنا مع الديمقراطية الجديدة؟ تفضل سي زياد. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا، يعطيكم الصحة على الموضوع. ذكر أنت نائب عن حركة النهضة بطبيعة الحال سي زياد، تفضل. دونك الموضوع بارك الله جوانب كثيرة، يمكن نرجعوا بالتفصيل أكثر، ولكن من الأكيد أنه التونسي حجم الانتظارات نتاعو وسقف الانتظارات نتاعو كان عالي برشا من المجلس. لازمنا نذكروا كل ونحطوا ناخذوا بعين الاعتبار انه اول تجربه ديمقراطيه، اول برلمان، الناس اللي طلعت في 9 أفريل 1938 ولقت صدورها للكرتوش ومعناها وضحات بانفسها، ثم اجيال طويله من التوانسه، من النساء والرجال، من العائلات والفكريه والسياسيه الكل
باش انه يكون فما مجلس يمثل الشعب. اكيد انه فما صوره في 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 في, في الذهن على على المجلس هذا كيف انه باش يكون. يصعب ديما راهو ديما الحجم الانتظارات والوريف ديما فما شيء من الحلم في كل هذا طبيعه الحال ديما ما يطابقش بعضه. لكن نقول انه معناها الشيء اللي وصلناه الشيء اللي قدمنا فيه الى حد اليوم نعتبره انه فما برشا حوايج ايجابيه تحققت. فما ان ابرونتيساج في حقيقه الامر زاد دو لا ديموكراسي اللي هو امبورطون اللي هو جديد علينا الناس الكل واللي احنا بكلنا قاعدين نتعلموا. التوانسه قاعدين يكتشفوا في بعضهم قاعدين يتعرفوا على بعضهم. العائلات السياسيه الصحراء السياسيه اللي كنا عايشين فيها معناها قاعدين نحبوا نحطوها ورانا نحبوا نعملوا الربيع هذا نحبوا نثري المشهد السياسي والحزبي طبيعه الحال هذا ما يكونش ديما في مستوى الانتظارات. الطموح ديما اعلى ان شاء الله خاصه النسق يرتفع اكثر ان شاء الله الاجواء والمناخات وهذا يراه مرتبط بالوضع العام كله في البلاد مش فقط بالمجلس اللي هو ربما صوره مصغره من المشهد في عموميته ولكن نقولوا بانه ان شاء الله المناخات تصفى اكثر والناس كل تخدم لانه الناس تستنى خاصه ربما من المجلس انه يتوحد. هنا الطبقه السياسيه انا تقديري الحاجه اللي غلطت فيها بعد 23 اكتوبر 2011 وقت اللي صارت الانتخابات اعتقد انه الخطا الكبير هو انه ما مشيناش متوحدين نحو اداره المرحله الانتقاليه. المراحل الانتقاليه نجاح المراحل الانتقاليه مرتبط بمستوى عالي من الوفاق من قاعده عريضه للوفاق حتى نجعل انه النقاش يدور في اجواء ويخلي انه مراحل الانتقال تعزل العناصر اللي هي طبيعيه وديما مش تحاول تلتف على المسار الانتقالي ولكن يكون فما مناخ عام اللي يخلي فما راحه وهذا ينعكس بشكل آلي لدى المواطن اللي يتفرج كما قلت انت وذكرت بالجلسات العامه. ولو انه نحب نقول انه هذا مش خاص بتونس. وصلت الفكره شويه خلينا نحكيوا عليه لابرونتيساج هذايا مع ضيوفنا. مرحبا سي محمد عبو مرحبا بك شكرا ليك. مرحبا سي محمد تخلط بحذان اذا نذكر انه مستقبله من عام مؤتمر من اجل الجمهوريه كذلك من جانب النائب السابق اللي من بعد اطلاعه مسؤوليات معينه يختار انه يستقيل وهذا من باب الشفافيه من باب زاد الامان. لكن في نفس الوقت تصريحاتك أنت سي محمد وقت اللي تقول مثلا منذ البدايات 8 ديسمبر 2011 تآمروا على النهضة تآمروا على المؤتمر تآمروا على أي حزب تشاؤون ولكن لا تتآمروا على تونس كانت من الجمل الأولى اللي خلت زادة يمكن التونسي يقول يا أخي كيفاش في المجلس الوطني التأسيسي متاعي ينجم يكون فما التآمر على تونس وإلا إمكانية أنه أطراف تتآمر على تونس. نرجع لك سي محمد خلي نكمل تور دو تابل تسمع زملائنا يمكن اش يقولوا ضيوفنا ومن بعد نرجع لك في ردة فعل أولية. إذن يقول سي زياد أبرونتيساج يقول نتعلم لكن هل طريقة وجودة هالابرونتيساج هذه طريقته نجحنا فيها في المجلس التأسيسي ما نجحناش فيها إذا كان في الأثناء صار التلاسل اللي يوصل اللي خلي نواب كما القصاص مثلا قال كلام كبير في المجلس ولا يمكن الناس تجاذبت لي شوية لو وصلت للضرب. شنو رأيك يا داميلي مرحبا بك يعيشك. أول حاجة حكيت الابرونتيساج ما نتصورش أنه يليق بنا اليوم أنه نحكيه على الابرونتيساج لأنه يمكن نقوله ناس أخرى تتعلم في الديمقراطية لكن الناس اللي واجهت بن علي واجهت الاستبداد كان عندنا برنامج وكان عندنا مشروع اللي هو مشروع ديمقراطي ما كناش مع اسقاط الاستبداد وبرا تو نتعلموا الديمقراطيه لا كان عندنا برنامج واضح ديمقراطي وعندنا رؤيه للديمقراطيه هذه. اليوم اللي نختلف مثلا مع خويا زياد في مساله كيقول انه المساله كانت تحتاج الى توافق خلينا نتفقوا ساعه انه المجلس اليوم التوانسة نهار اللي انتخبوه كان عندهم مهمة واضحة ومحددة هي كتابة الدستور وجايين وبطبيعة الحال وجايين أضيفت له مهمة تشريعية مراقبة الحكومة ولت فيه أغلبية ومعارضة لأنه فما أطراف قلت لك أنا حب نحكم وأنا عندي أغلبية هنا ما نجمش نحكي في نفس الوقت بمنطق الأغلبية وبمنطق التوافق فما حاجة بالاثنين يا إما نمشي بمنطق التوافق وقتها احنا اقترحنا مع عديد من الاطراف انه تكون حكومه تكنوقراط وكفاءات هي تسير امور البلد ويتفرغ المجلس الوطني التاسيسي الى كتابه الدستور وهذايا ومن حقهم مانيش نشكك في حقهم وخيانه في الاغلبيه قالوا لا احنا عندنا اغلبيه والشعب عطانا اغلبيه ونحبوا نحكم وبالتالي يلزم يتحملوا مسؤوليه الخيار هذا اليوم زاد فما مساله شيء نحكيه على المجلس وين حاسب المجلس
فماش حاجه راهو المجلس ما انا معناتها ما نشوفش فرنسيس يحكيوا انه نحاكموا نحاسبوا لاسومبلي ناسيونال اش عملت ولا نحاكموا الكونغرس اش عمل. لا فما اغلبيات والاغلبيه هي المسؤوله لان هي اللي تعدي القرارات. اليوم في المجلس فما ناس تصوت مع الحكومه وناس تصوت ضد الحكومه. لكن ما كانش انتظر التونسيه لكن انتصر سلطه عليا لها شرعيه تامه في تغيير يمكن نمط الحياه وخيارات كبرى تنحكي عليها شويه. هذايا ما يتوافقش مع رؤيه انه انا اغلبيه نحب نحكم، يعني معناتها انا اغلبيه ونحب نحكم والنهار بعد الانتخابات يعلن حزب حركه النهضه يقول رئيس الحكومه سيكون من النهضه وبعد تجي تقول لي نحكيوا في توافق. يعني فما نوع من التضارب، نوع من السكيزوفرينيا اللي هي ادت الى الوضع اللي يعيش فيه المجلس اليوم. شكرا لك يا دي. وصلت الفكره سي الدهماني. سي محمود البارودي، نفس السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. هو مع الاسف انه المجلس الوطني التاسيسي هو ضحيه تجاذبات سياسيه، واداء المجلس الوطني التاسيسي هو ضحيه تجاذبات سياسيه عميقه. التجاذبات هذه شنية؟ تتمثل في انه بعض اطراف داخل المعارضة خلينا نقول أرادت أنها تدخل في صراع مع الأغلبية بضرب المجلس الوطني التأسيسي، وهذا شيء معناته شيء مؤسف. ولكن الأخطر من هذا أنه الحكومة أو الأغلبية جعلت من المجلس الوطني التأسيسي une chambre à faire passer les lois والحاجات اللي تحب تعملهم الكل، وبالتالي أصبح المجلس الوطني التأسيسي هو ضحية هالتجاذبات السياسية اللي نعيشوا فيها. ونجم نعطيه أمثلة متعددة. الأهم بتاعها طرق التعيين في مؤسسات الدولة وتمرير القوانين، وبالتالي أصبح المجلس الوطني التأسيسي حسب رأينا مجرد صورة في نظر التوانسة، لأن وقت اللي راو مسائل مهمة تحسم خارج المجلس الوطني التأسيسي والمجلس الوطني التأسيسي يجي ويناقش ويعدي سوايع واليالي هو يتناقش، ولكن القرار هو محسوم قبل ما تبدأ حتى نقاش حول الموضوع ما، فإنه حسب رأينا المسألة ظاهرة أنه المجلس الوطني التأسيسي هي آلية، هو مجرد آلية بيد الأغلبية وبيد الحكومة من أجل تمرير القرارات اللي تحب تمررها. وبالتالي فإنه اليوم اللي يلزمنا نقولوه، يلزم نصارحوا الشعب نتاعنا ونقولوا له يا شعب رانا عطيتنا ثقة باش نعملوا دستور في عام، وإحنا مانيش قادرين كنا باش نعملوا دستور في عام. احنا نطلبوا منك يا شعب تونس اللي انتخبتنا واللي اعطيتنا ثقتك انك تمهلنا على الاقل فرصه من اجل استكمال الدستور. اما اللي يجي ويقول لي راهو 23 وما فماش حتى مشكله وراهو ما عندنا حتى شيء، فانه غلط ويغلط في الشعب. هذه مساله مهمه. نرجعوا للمجلس التاسيسي بتاع فرنسا 21 اكتوبر 45، عملوا مجلس تاسيسي يقول قعد 6 شهور باش عمل دستور وتعدى على الاستفتاء، وبعد ما تعدى على الاستفتاء رفضوا الشعب الفرنساوي ورجع وانتخبنا مجلس تأسيسي واحد آخر، عمل دستور في ظرف 4 شهور، معناتها عمل زوز دساتير في ظرف سنة. وإحنا اليوم مع الأسف بعد عام لم نكن قادرين على كتاب الدستور، وبالتالي فإنه يلزمنا اليوم نراجعوا الحسابات بتاعنا، لأنه المسألة تتعدى دور المجلس الوطني التأسيسي وتلقي بظلالها على الحياة السياسية اليوم في تونس والراولي في التوترات اللي قاعدة تصير نتيجة هذا الصراع اللي داير مع الأسف اللي قاعد يدور خارج قبة المجلس الوطني التأسيسي. لأنه احنا كنا نتمناه اليوم أنه حقيقة المجلس الوطني التأسيسي يلعب دوره على احسن وجه في هالفتره الحساسه هذه، ولكن التوانسه مع الاسف نظرا لعدم ثقتهم في المجلس الوطني التاسيسي اعطاوا ثقه المؤسسه عريقه كالاتحاد التونسي للشغل من اجل حل المشاكل السياسيه اللي تعيشها اليوم تونس، وابعد حل هالمشاكل هذه على المجلس الوطني التاسيسي نظرا لعدم ثقته في هالمجلس. نعم محمود البارودي شكرا لك، دخلت بنا يمكن في بعض الابواب الاخرى اللي تنحكي فيها شويه اخر، لكن الكلمه لسي محمد عبو. اذا سي محمد، عديد الاطروحات، سي زياد يقول اذا يقول ابرنتيساج قلنا نتعلم ميسالش، فما حاجات اللي تجيب الوقت، فما سكيزوفرينيا يحكي عليها اياد الدهماني، وفما شيء يحكي عليه سي محمود وقت اللي يقول راهو يمكن المجلس معناها فوض اكثر من يلزم. واليوم نوصلوا حتى نحكيوا على كلمه سوري، هل تعتبر انت ومش النواب كاو البعض من الاطراف البرا خاصه مع مبادره الاتحاد وحوار وطني يقول لك يا خويا المجلس اصبح مجلس سوري، هل هذا الطرح انت توافق؟
المجلس عنده صلاحيات مستمدة من القانون المنظم للسلطات العمومية، الشرعية متاعو يستمدها من الانتخاب، عنده صلاحيات وضع دستور وبالتالي مو السوري. فما جهة أخرى في البلاد قاعد تكتب الدستور كان المجلس الوطني التأسيسي، ما سمعتش فما ناس أخرين يكتبوا فيه. المجتمع المدني يعاون ويقدم أفكاره ويلخص صاحب القرار في اتخاذ، معناه صاحب اتخاذ، صاحب سلطة اتخاذ القرار في كتب دستور هو المجلس التأسيسي. القوانين كيف كيف سواء بدروا به النواب، تقريبا فما 20 قانون اليوم بدروا به النواب، ولا بقية القوانين 40 ولا أكثر اللي تبادرت بها الحكومة في السابق، ولا توا فما شيء أكثر من 40 قوانين، هذه ترجع المجلس التأسيسي. وين السورية؟ والله ما نعرف. سمعت خطاب من قبيل كونه فما أغلبية، بالله وخيلنا ونواب يقولون وين راهو أغلبية في القوانين. طبعا كي تكون مثلا مؤتمر ولا تكتل ولا النهضة موجودين في حكومة فما نجمش يكون يصوت ضد قانون المالية على سبيل المثال، لأنه يعني تولي وقت التناقض، وقت نحكيه على سكيزوفرينيا. أما قوانين أخرى شفتوا لي فما ناس من التكتل والمؤتمر صوتوا ضد قوانين قدمت الحكومة. في التسميات ما كانش فما اتفاق داخل ترويكا، وترويكا ملي تشكلت في هذا الموقع بالذات بحذاك وفي نسمة في غيرها كنا نقولوا ملي وقتها تشكل الترويكا راهو الالتقاء حول القانون المنظم للسلطات العمومية وتعمل حول الرئاسات الثلاثة حول الحكومة. أما مش متفقين في الدستور باش يكونوا صوتوا في نفس الاتجاه. والمنطق السليم كما قلت بعض القوانين ذات الأهمية والعلاقة بالعمل الحكومة ما نجمش يكون واحد يشارك في الحكومة والنواب يصوتوا ضد، على سبيل المثال قانون مالية غير هذا. والله ما ريت شويني هالأغلبية هذه معناها اللي مقلقة، معناها بعض الوخيان اللي حطوا رواحهم في إطار أقلية وهما أوقات يكونوا أقلية أوقات يكونوا أغلبية حسب الظروف. وارجع أشوف كل شيء مسجل قدام التوانسة ويعرفوا اللي ما كانش فما ديما ثلاثة أطراف تصوت في نفس الاتجاه وأقلية أخرى تعاني الحق مش صحيح. على كل حال قاعدين نحكيوا شوية على الأداء في مضمونه شوية آخر، أما تو يمكن حتى في مظهره قاعدين نحكيوا عليها وفي علاقته بتقبل التونسي لهالأداء هذايا، لغويا سياسيا جسديا في تحركات النائب في غيره، مسلسل كبير. حتى رئيس المجلس تحدث مؤخرا على إمكانية عدم بث، وهذا خلف ردود فعل كبيرة. سفيان، إذن الأداء اليوم وشوية آخر نحكيوا على لب الموضوع كتابة الدستور. الأداء مش نقيم الأداء، هات نشوفه التونسي كيفاش يظهر له من برا من بعيد المجلس التأسيسي. هذا الانطباع اللي عند التونسي. آخر الأرقام اش تقول؟ تقول أنه 60% من التونسيين ما عندهمش ثقة في المجلس التأسيسي. تقول زادة حسب المصدر هذا سفيان، هذا استطلاع رأي، استطلاع رأي اصدر اليوم في صحيفة المغرب. تقول أنه 54% من التوانسة ما عندهمش ثقة أنه المجلس التأسيسي هذا قادر على كتابة الدستور. شي يقول زادة؟ تقول أنه 52% من التوانسة يعتبروا أنه المجلس التأسيسي هذا وقت اللي باش يكتب الدستور ماهوش باش ياخذ بعين الاعتبار وجهة نظر المواطنين. دونك فما نظرة سلبية واضحة للتوانسة على المجلس التأسيسي. هذا منيش؟ من تراكمات نتاع العشرة شهر ولا 11 شهر الاخرانيين. ساعيجا نبدأ نتفقوا على أن المقدمات الخاطئة تقود إلى نتائج خاطئة. إذا نرجعوا وإذا نتفكروا الحملة الانتخابية اللي صارت للمجلس التأسيسي، نلقاو أنه الأحزاب المتنافسة عملوا حملة على أساس مجلس تشريعي مش على أساس مجلس تأسيسي، وقدموا مقترحات اقتصادية واجتماعية وكذا، وقل من هذه الأحزاب أعطى موقف واضح من الدستور. بل أكاد أجزم أنه الطرف الوحيد اللي قدم في حملة الانتخابية ركز أكان على الدستور هو ما هوش موجود داخل المجلس اللي هو حركة دستورنا. في الباقي شفنا عباد تحكي على الخبزة بمياه، شفنا أحزاب توعد أنه بيستخدم 400,000 تونسي، يعني معناها خليوا التوانسة يحلموا. هذا اليوم شنو شي يخلي؟ يخلي أنه المجلس قبل ما ينتخب كان ما يحملش فكرة مجلس تأسيسي، وبعد ما انتخب
تصرف كمجلس عادي في ظرف عادي مش كمجلس تأسيسي. وذاك علاش نلقاو أقلية وأغلبية، نلقاو تفويض للسلطة اللي في وقت من الأوقات قرب للارتهان، سلطة المجلس لدى الحكومة، تصرفات، وهذا مشكلة أخرى تفسر انت بعتوانسة، تصرفات النواب بيدهم. رانا مع الديمقراطية مع الاختلاف، لكن شفنا حاجات اللي ما عندها حتى علاقة بالاختلاف، التلاسن، التنابز بالألقاب، التصريح الخاطئ في حكاية لي سالاري اكسيتيرا. دونك برشا حاجات خلات اللي توانسة اليوم يغزروا المجلس التأسيسي بنظرة سلبية. الحوار مفتوح بداية من الآن. سي زياد، إذا شنو رأيك في اللي قاعد يقول فيه سي سفيان بن حميدة؟ يقول الانتباع العام وبالأرقام انتباع مش به. شوف برشا حوايج. أولا الاستطلاعات رأي أنا ديما نسب النتائج بتاعها، لأنه في تقديري اليوم ما عندناش صناعة استطلاعات الرأي، اندستري دي سونداج ودي زيتود دوبينيون. معناتها الانتباع باهي سي زياد. كيفاش؟ معناتها الانتباع باهي. لا وجيتك عاد. أنا نحكي على الاستطلاعات، يعني أنه 60% يثقوا وما يثقوش، أنا ديما ناخذ بتحفظ، لأنه احنا أوني سور لو تيران ونحكيو مع العباد ونشوف. تبقى الأمور هذه راهي دقيقة، فما حس نتاع مسؤوليه وحس بيداغوجي يلزمنا نتعاملوا معه، لانه كما قلت احنا ما عندناش تقاليد. هذا مش عيب كيف نقول احنا ابرونتيساج، اي ابرونتيساج، لانه نحن ما عندناش تقاليد ديمقراطيه برنامجيه بالطريقه اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم. يظهر لي عملنا ثوره، ما حتى حد يقول اللي احنا قبل كان عندنا برلمان حي وفي نقاشات والاحزاب تتناقش وتتخالف والناس تصوت معاه، هذا كله جديد علينا بطبيعه الحال. ما نعنيش اللي احنا كنا في صحراء كومبليتمون، يعني ما عندناش الابجديات نتاع الحوار السياسي كان موجود، فما تجارب مهمه في 18 اكتوبر وغيره، ولكن هذا نقطه الانسان ياخذها بعين الاعتبار. انا نحب نقول وقت اللي صديقي يدي يقول اضيفت له المهمه الشرعية المجلس هكاك مبني للمجهول، حاب نقول وأنه راهو احنا كمجلس خلينا خيار، احنا تو احنا لازمنا نبعدوا شوي حتى على التجاذب هذا. احنا نحكيوا على المجلس وهو مجلس تأسيسي، خلافا لما معناها يقال هو مجلس وطني تأسيسي، اسامبلي ناسيونال كونستيتيونت، معناها فيه كومول دو فونكسيون، فيه المهمة التأسيسية وضع دستور اللي هو مهمة المجالس التأسيسية، ولكن احنا مشينا ابعد من ذلك وقلنا هو ايضا مجلس له وظيفة رقابية وله وظيفة تشريعية. وكيف نتذكر النقاشات في الجلسة العامة وقت اللي كنا نصوتوا ونتناقشوا في قانون التنظيم المؤقت للسلطات، وخيانا في المعارضة كانوا يصروا على توسيع مجال الرقابة وتوسيع مجال التشريع السلطة التشريعية، ونذكر نقاشات حول السلطة الترتيبية والسلطة التشريعية وكذا. يعني هذه فينالمو سي ان شوا خذيناه الناس كل مع بعضنا، هذا خيار مشينا فيه نحن الكل جميعا. نجم يكون غلط، نجم يكون ماهوش بالواجهة اللي ربما، ولكن هذا نتحملوا فيه مسؤوليتنا جميعا. ما نجموش نقولوا وانه انا نتذكر النقاشات، خلينا فقط اكمال النقاط الاساسيه وبعد نجم نتفاعلوا. الخيار هذا مشينا فيه الناس كله، هذا ليجيتيم مشروع، لانه هو يقول لك انا ما نحبش انا مجلس منتخب نجي نعطي للحكومه اللي هي فيها اطراف سياسيه معينه، مش نعطيها هي بالشرع وتاخذ القوانين كما كان معمول به في الفتره الاولى نتاع الثوره بالمراسيم الى اخره. هذا مقبول، ولكن اش معناه هذا؟ معناه هذا عنده نتائج. اللي يقول محمود عملوا زوز ديساتير في ظرف عام وزوز مجالس تأسيسية، وانترو بارانتيز حاب نذكر وانه وقت اللي الدستور ترفض في فرنسا عام 46 وكيف عملوا الانتخابات على اساس باش يعملوا مجلس تأسيسي جديد، هذا الاشاره للناس اللي تقول نحلوا المجلس ونعاودوا انتخابات جديده، عاودوا نفس الكومبوزيسيون. معناها في التاريخ الدستوري الفرنسي المجلس التأسيسي الأول والثاني ما بيناتهم معناها بضعة ربما أسابيع تحل الأول، وصاب بعد رفض الاستفتاء بعد الاستفتاء اللي كان رفض المشروع بتاع الدستور وتشكل، وكانت اكزاكتومون نفس التركيبة. نقولوا احنا شو نحبوا؟ نحبوا نشرعوا سيدي، نقولوا احنا نعملوا، انا مستعد غدوة كنت حابوا ناخذوا نقولوا سيدي اي سيدي نوقفوا المهمه التشريعيه، نوقفوا المهمه الرقابيه اللي بارفوا سي محمد عبو زارنا كوزير ويتذكر نجيو باش ناخذوا قانون باش نتناقشوا فيه في 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 نصف نهار ولا في نضربوا فيه اسبوع ساعات اسبوعين. اذا يفو سافوار سكون فو، اذا كان نحبوا ناخذوا نحن مهامنا كنواب شعب ونستكملوا المهام الكل، هذايا الكونسيكونس نتاعو شنو؟ باش يكون عندنا وقت
اكثر باش يكون اخر على حساب ان استكمال الدستور. ولكن هذا في نهايه الامر مش خساره. انا في رايي هذا كله بناء تقاليد ديمقراطيه. نحب نقول فقط على فازة التلاسن وفازة فما التجاذب. انا قلت بكري انا كنت افضل انه المشهد اللي نعطيه للتوانسه اللي يحبوا الوحده ويحبوا الناس كل تخدم بلادها اليوم في المرحله هذه، لانه التونسي اللي عمل الثوره عنده تبارك الله مشاكل ما فيه كفايه، مش احنا مش نزيدوا على المشاكل نتاعو، ولكن كان ينتظر انه باش يكون موحد. اذا كان ما تخلنيش بالمشهد هذا الموحد كنا نجم ربما نقص شويه من المشاحنات والتجارب. ولكن يفرق ناتر عالميا عالميا عالميا، هذا يراه ظاهره الجلسه العامه. ذكر فما رئيس امريكي جوست لقيت المرفيت سيتاسيون يقول كونغرس ان سيشن از كونغرس اون بابليك اكزيبيشن، وقت اللي الكونغرس يبدا في الجلسه العامه سي ان بو لو شو ليكزيبيشن، وايلست كونغرس ان اتس كوميتي رومز في الجلسات في نتاع اللجان إيز كونغرس أت ورك. وهذا اللي نشوفوه في المجلس مالوريزمون، نشوفوه أنه في الجلسات العامة فما أجواء كبيرة متاع شحن ومتاع تشنج ومتاع كذا، وساعات توصل إلى مستويات أنا واحد من الناس تأسفني. ولكن اللجان وجلسات اللجان فما أجواء متاع عمل متاع جهد ومتاع بذل، اللي ربما خاطر الكاميرات مش موجودة في كل الوقت معناه، وهذا أيضا عمل يلزم احنا نثمنوه. على ذكر عمل اللجان شوية آخر نحكيو عليه، وشوية آخر نحكيو على لب الموضوع، أين نحن من كتابة الدستور وخيار الورقة البيضاء. نرجع لك سيادي بعد الفاصل، أين نحن من هذا الخيار، خيار الورقة البيضاء؟ يمكن كان ينجب للمجلس التأسيسي أنه يكون عنده خيارات أخرى، بالرغم أنه تقدمت له عشرات المقترحات وأعمال من عند أطراف معينة فاعلة في البلاد، فما شكون اختار أنه يحطها الكل على جنب وأنه النواب يكتبوا كل شيء from the scratch، كل شيء من أول جديد. هذا الخيار زاد اللي عنده اليوم تداعيات معينة. تقعدوا معنا راجعين في الحوار متاعنا نحكيه على مجلسنا المجلس الوطني التأسيسي. أهلا بكم إذن استوديو السياسة، ضيوفي اليوم يحكيوا على المجلس الوطني التأسيسي، أداء انتظاراتنا، الانتظارات الكبرى والملفات اللي مازالت مطروحة، الدستور، هيئة انتخابات، هي مستقلة القضاء العدلي، قانون انتخابي، عدالة انتقالية، إصلاح إعلام، مجلس يطرح القوانين ويرى فيها زادة كذلك ساعات لفلفة، القوانين تتعدى، وقوانين مهمة جدا ساعتها في تعامل تونس مع البلدان الأجنبية وغيره من المواضيع اللي باش نحكيوا فيها مع ضيوفنا اليوم. السيد محمد عبو، مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوه. سي زياد العذاري عن حركه النهضه، كذلك سي اياد الدهماني عن حزب الجمهوري، ومحمود البارودي الكتله الديمقراطيه داخل المجلس، مرحبا بك سفيان مره اخرى. اذا كومبيلاسيون زابينغ صغير على لحظات ريتوها انتوما في الفيسبوك، نعرف اللي تراو برشا الفيسبوك، عديد النواب ويقراوا برشا لحظات يذكرها تونسي في المجلس الوطني التاسيسي. في أول جلسة للمجلس الوطني التأسيسي ما زالت النفوس مشحونة بنشوة الثورة ونجاح تجربة الانتخابات، وأمل كبيرة علقوها التوانسة على الناس اللي انتخبوهم واللي قدموا لهم وعود بأنه القادم باش يكون أفضل. وعبر النواب في أول يوم بالمجلس التأسيسي على نخوتهم بتحمل مسؤولية كتابة الدستور والتزامهم بإنجاح التجربة الديمقراطية. كلنا عزم على إنجاح المسيرة الديمقراطية، وكلنا إصرار على أن نمر بتونس إلى شاطئ الأمان. مرحلة تاريخية معناتها يلزمنا كان باش نقدموا وباش نعطيو ما نجموا بالقدر الوعي اللي عنا نخدموا البلاد هذه معناتها. لكن شيئا فشيئا بدأت ثقة التونسي في النواب وفي المجلس تتضائل، خاصة بعد ما تكررت الصراعات والمشاحنات واللي بدأت من أول جلسة. أنتم طيب طيب هذه أنت على الرأس والعين ما تعطيش آرائك الخاصة من هذا المنبر. ورغم أن العديد اعتبر أن هذا أمر عادي يحدث حتى في برلمانات أكبر الديمقراطيات، لكن الغريب أن الأمر يوصل في بعض الأحيان إلى التهريج ويصبح المجلس مصدر للتندر والضحك على صفحات التواصل الاجتماعي. وحتى لا نجزم فأن كل الجلسات شهدت تجاذبات بين النواب ومثل العرك السيمة البارزة في أشغال المجلس التأسيسي، الشيء اللي خلى رئيس المجلس يرفع الجلسة في أكثر من مرة ويضطر لطرد النواب على غرار اللي صار مع اسكندر بوعلاق وأيمن الزواغي نائبي العريضة الشعبية في جلسة 16 أفريل الماضي. فعلا نمشيو نحضروا الدستور متاعنا ونحضروا القانون الانتخاب متاعنا ونمشيو نركزوا هياكلنا ونعملوا المركزية متاعنا ونعطيو للجهات شوي فلوس ونعطيوها استقلالية باش تنهض بنفسها. لا هينا احنا سي فلان تعالكش مع سي فلان باش نضيعوا الوقت. سامر نرفض الفرنسية،
يرفض الفرنكفونية. العرض كان في أغلب على نقاط النظام وطريقة تسيير الجلسة وإلا تصريحات النواب كما اللي وقع وقت ما تحدث النائب محمود البارودي عن الكتلة الديمقراطية على جمهورية الموز، وفما شكون زاد من النواب اللي وقعت بيناتهم مشاجرة على اللغة المعتمدة داخل المجلس التأسيسي. سمر شوني قانون سمر يقول فهمتني ما فماش قانون هوني يقول كلمة اللي لازمني نتكلم بالعربية فهمتني ولا وبونتو عليك يا سي شتوي لا 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 السوري لا يجوز هذا سامحني سيد الرئيسة. برشا حوادث من هالنوع تبعها التوانسة عبر مختلف وسائل الإعلام كانت في أغلبها بنواب المعارضة والترايكة وخاصة نواب حركة النهضة زيادة على التلاعب بالتصويت في أكثر من مرة. سيدة je suis d'accord avec vous madame la vice-présidente quand vous dites qu'effectivement je n'avais pas à montrer du doigt le monsieur qui a voté deux fois lequel chacun prend ses طيب طيب. بعد قرابة العام من انطلاق المجلس التأسيسي في أشغاله تغيرت صورته كمؤسسة شرعية تتمتع بالهيبة والمصداقية وأصبحت أشغاله مجرد أخبار تتنقلها وسائل الإعلام والدستور ولا حاجة ثانوية عند المواطن لأنه أحلامه بالحرية والكرامة والتشغيل تبخرت بين قبة البرلمان وقصر الحكومة. إذن سي محمد نرجع معك أنت، هل هناك تغول للسلطة التنفيذية على المجلس التأسيسي؟ هل التجاذبات ولا حسابات الحزبية هي اللي تغات الآن على المصلحة الوطنية في استحقاق كتابة الدستور؟ قبل كل شيء ساعة شو هالفكرة اللي موجودة في برشا وسائل الإعلام على صفحات التواصل الاجتماعي في الشارع بدأت تنتشر. أنا صدق الرقم اللي حكى ليه سي سفيان وقت يقول 52% يعتقدوا كأن المجلس غير قادر على كتابة الدستور. بطبيعة اسم تو الرأي العام قاعد يتشكر بالطريقه دي بالمغالطات. ساعه خلينا نبدا من الاول، واضح رايي كونه مغالطات. قاعدين نشر في افكار متشائمه، قاعدين نسوا معناها نشوه في المشهد بسلبياته موجوده لازمنا نعترفوا بها، ما قاعدين نبالغوا لدرجه كون التونسي كيبدا يسمع في الانتقادات هذه في نهايه الامر يفهم كون الموقف سوداوي. قاعدوا يتصوروا التوانسه كون المده 3 شهور ولا 4 شهور الاولانيين في المجلس ما تكتب حتى حرف، بدات التعليق ما كتبوا حتى حرف، في حين اللجان قاعده تخدم من بعد كل لجنه كملت المشاريع نتاعها وهو فما مسوده واليوم فما مسوده وفما لجنه معناها لاهيه بالصياغه والكل وباش تنقص بعض الفصول طبيعه الاشياء وباش يكون عندها جاهزه المسوده وماشيين في مراحل يظل متقدمه بالكدا باش يكون عندنا الدستور نتاعنا في سنه 2013 وباش يكون عندنا الانتخابات نتاعنا في 2013. خلينا نقولوا للتوانسه هذا الشيء باهي ونقولوا في نفس الوقت اللي فما بعض الاغلاط وبعض التجاذبات وبعض معناها التنابز ولا غيره اللي صار في المجلس مقارنه بديمقراطيات اخرى رينا فيها البنيه وساعه حتى السياق تضرب هكا والكل اذا ما تكلمش عليهم الصحافه لسوء الحظ. هذا الذكر بالتجربه الاولى في تونس اللي ما كانتش تصير في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين في العهد السابق، اما طبعا تصير بعد ثوره طبيعه الاشياء تجربة جديدة ديمقراطية فيها بعض التجاذبات، ما عملناش كما غيرنا والحمد لله بقينا في حدود بعض التجاوزات البسيطة لكن في الاخر تجمع حسب معلوماتي بين اعضاء المجلس التأسيسي علاقة طيبة. كان يحب واحد يشوه المشهد ويردوا هكا سوداء ويقولوا له غلط ومش صحيح، فما علاقة طيبة تجمع بيناتهم وبين اغلبيتهم بقطع نظر على كل الاختلافات. سؤال سيادتك اللي هو السلطة التنفيذية متغولة على المجلس التأسيسي، بالله اللي يحب يقول الكلمة هذه يقول للتوانسة وين راه اللي فما تغول بالسلطة التنفيذية على المجلس التأسيسي. تضرب ضربتين جايبين وزير من الوثنية جا جاوبنا وفما سؤال على المشكلة الفلانية، هذا اش قاعد يعمل المجلس اليوم؟ بالعكس انا نقول لك الوزراء قاعدين يتقلقوا ويقول لك يخرجونا ساعات على اسئلة بسيطة وانا اريد بصراحة مع كامل احترامي فما شكون من النواب كان ينجم يسال سؤال الوزير في بيرو ويجاوبوا عليه في لحظة لا يجيبوه للمجلس بس ايش هو حر وقت اللي قرارات ما نقلبوش الآية مش صحيحة والسلطة التنفيذية سيطرت. وصلت الفكرة لكن نتفاعل معك في كلمة برك سي محمد كان تسمح. وقت اللي السلطة التنفيذية مثلا تسلم بغدادي محمودي ما غير ما ترجع للمجلس ما غير ما تصور القانون يقول لها ارجع سهله الحكايه علاش نصعبوا فيها هذه ما جات الاجراءات الجزائيه تقول لك ما ترجعش للمجلس مجلس النواب قبل ولا اليوم مجلس التشريع فما نقاش وقتها رئيس الجمهوريه ولا رئيس حكومه هذا هو كان النقاش ما كانش عندنا سؤال اسمه شاور مجلس تاسيسي انا ما زلت الاجراءات الجزائيه ما هم متفاهمين انه ما زالت الاجراءات الجزائيه نتاع نظام بائد واحنا عندنا لا مش فاهمين انت رايك السيسي اقوى لا واعلى سلطه لا الكلام هذا ما قال سامحني الكلام هذا ما قاله حتى رجل قانون. في فرنسا عندهم قوانين من القرن 18 في تونس عندنا قوانين من القرن 19 توا في لا توا عندنا قوانين توا سامحني في صريح هذا اللي هذا اللي يخلق الخلط عند المواطن ما يلزمش يصير ما يلزمش هو انه اون باسكول فاسيل مره المجلس التاسيسي هو السلطه العليا وأصيلة
ومرة نستعملوا قوانين ساعة ساعة هاوش يجيبك سوفيان خاطر طول المواطن قاعد يسمع فينا مازم صعب علي الأمور قوانين خايبة ولا باهية في دولة قانون رانا نحترموها كان تو تحيل الموضوع آخر للأمر هذاك متاع ثلاثة أوت ومدام معنا إمكانية تنفيذه إلى آخره هذا موضوع ثاني أنا نحكي لك على قوانين من القرن 19 تو في تونس تنفذ مادام ما جاش نص قال القانون هذا يتلغى هو مطبق مجلة الجزائية الجزائية باهية ولا خايبة تطبق مجلة الجزائية باهية ولا خايبة تطبق موضوع آخر الأمر هذا نقاش طويل وعريض تحب ندخل فيه تو نبداوه من تو ويظن عندهم علاقة زادة بالمجلس السياسي بالمناسبة الأمر هذاك راه ماهوش ما عندوش فيه السيد رئيس الجمهورية السابق سي فؤاد المبزة صلاحيات لتحديد الغاية من إصدار الأمر الأمر هذاك يستمد الصلاحية نتاعه منه من سامحني مرسوم 10 ماي اللي يقول لك لابد من إصدار أمر قبل شهرين من الانتخابات وما قالش الدعوة دعوة الناخبين الأمر هذا يتعلق بدعوة الناخبين الأمر متعلق بدعوة الناخبين قال يوزر قبل شهرين ما قالش يحدد وقتاش يكتب الدستور زاد ما عنده لسبب أو لآخر ما يسالش معناها في إطار الوفاق أما قانونيا ما عنده حتى سلطة باش يقول شنو الغاية من الانتخابات المجلس التأسيسي المرسوم يقول انتخابات المجلس التأسيسي شنو الغاية منها ساعة انتخاب المجلس التأسيسي بعد ذلك عندنا قانون منظم للسلطات العمومية بعد إلغاء الدستور تم في مارس 2011 يقول كون يبقى منطبق حتى يقع انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي وسن قانون جديد ينظم السلطات العمومية وقع انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي وقع سن قانون جديد ينظم السلطات العمومية والقانون هذا يقول لك يبقى منطبق حتى وضع دستور وانتخاب المؤسسات المنبثقة عنه معناها نحن في دولة بتاع قانون عندنا دستور تلغى بمطلب المطالب الثورة عبر عليها الفكرة ذيك الرئيس السابق سي فؤاد المبزة واختصارت القسمة 2 وغيرها في بداية مارس وقع إيقاف العمل بالدستور وقع دستور صغير وضعه هذاك هو المرجعية بالنسبة لي نحن بعد اليوم عندنا دستور صغير هذاك هو المرجعية مش نقعد نحكي على أمر دستور صغير نظر على عدم شرعيته في الجانب اللي يتعلق بتحديد المدة متاع العام هو لا يرقى لمستوى الدستور الصغير اللي يقول كون المجلس التأسيسي يضع قوانين وغيره وغيره ويضع الدستور وما ربطوش بأجل ذلك بأجل وفي الأثناء ومع ذلك في الأثناء الناس الكل في البلاد هذه حسب معلوماتي أنا الا اللي ما يحبوش يقولون رايهم ولكن قاعد نشوف المواقف الكل تبارك الله ماشي في اتجاه الوفاق الوفاق مع الشرعيه مش الوفاق بدل الشرعيه ما ندخلوش في الوفاق معناها نحكي الوفاق بدل الشرعيه 23 على خاطر وقت هذاك حوار واحد اخر لكن في الاثناء قانون داخلي وقانون سلطة عموميه واضح القانون الداخلي زاد اليوم يخلي انه المجلس يخدم باليات تبهت التونسي شويه ساعات انه يخدم مثلا انه اللجان مثلا اليوم اللي باش نحكيوا على اللجان احنا ما نعرفوش حاجه كبيره على اللجان اليوم وما نعرفوش في الاعلام حاجه كبيره على اللجان بالرغم انه كان فما كلام على لوبين داتا وعلى تعليق تعليق المعلومه كيفاش تصير العمل في وسط اللجان وغيره لكن نرجعوا له شويه اخر اذا كان فما تفاعل من عند يداماني فيما يخص خاصه التجاذبات الحزبيه داخل المجلس اللي يمكن تغاط نوعا ما وخلات يمكن المصلحه الوطنيه في كتاب الدستور نقعدوا به 2 ساعات كيفاش التو ما حكيناش على هيئه الانتخابات مثلا في سيونس بليير مثلا في جلسه عامه تفضل انا باش نجيك فما ما يتعلق بعلاقه السلطه التنفيذيه بالمجلس واللي هو تو المواطن التونسي يسمع المجلس الوطني التاسيسي هو السلطه العليا في البلاد والمواطن التونسي عنده مشاكل عنده يستنى في الدستور لكن عنده مشاكل اقتصاديه واجتماعيه وعنده مشكله نتاع غلاء المعيشه اليوم انا كنائب في المعارضه ولا سي محمود ولا اكس ولا جريك كيفاش تحملني مثلا نسبه التضخم اللي زادت من سبتمبر 2011 وسبتمبر 2012 يعني ارتفاع الاسعار زاد ب 5.7% ما نجمش انا اليوم في المجلس الوطني التاسيسي نتحمل مسؤوليه الكلام هذا نظرا لاني انا صوت ضد مشروع الميزانيه اللي قدمته الحكومه اليوم غلاء الاسعار و الزيادة في المحروقات الزيادة في الحليب الزيادة في النقل الزيادة في الكهرباء هذا كله وقت اللي جات مشروع الميزانية جينا وقلنا اللي احنا ضده بالتالي اليوم فماش مجلس كوحدة كيونيتي اللي هو تقول المجلس هو المسؤول على كذا لا فما أغلبية داخل المجلس اللي هي صوتت مع القرارات هذه سي محمد مثلا كتلة المؤتمر وكتلة التكتل وكتلة النهضة صوتوا مع مشروع الميزانية وصوتوا مثلا وقت اللي تقدمنا بمقترح لإسقاط الديون على صغار الفلاحين صوتوا ضده كي صوت اعطينا مقترح قلنا 25 ألف موطن شغل في الوظيفة العمومية نجيو اليوم لتطبيق التمييز الإيجابي لفايدة الجهات المحرومة سليانة والقصرين والكيف وجندوبة وغيرها قلنا نحيو 1000 للحالات الإنسانية و24 يتقسموا 1000 على كل ولاية اللي بور فافوريزي يعني لتمييز تمييز إيجابي للجهات الداخلية جات الأغلبية ضده هذايا اليوم
فما مسؤولية اللي هي ما هيش مسؤولية المجلس اللي كي نحكي نقول راهي مسؤولية الأغلبية داخل المجلس. كي نشوف أنا اليوم التقرير متاع المعهد الوطني للإحصاء اللي يقول لك لا يمكن الحديث اليوم على ريدريسمون دو ليكونومي تونيزيان، على يعني إعادة تنشيط الاقتصاد التونسي. إذا نشوفوا الأرقام متاع المعهد الوطني للإحصاء، نشوفوا مثلا نعطيك أنا مثال، اليوم التوانسة يقول لك ما شفنا شيء من مشاريع التنمية، وعندهم الحق، لأنه اليوم نسبة التنفيذ، والسيد الوزير يعرف نسبة التنفيذ اليوم متاع البرامج التنمية في الميزانية 2012 في جويلية نسبة التنفيذ 25%، يعني بعد 7 أشهر في العام نفذنا كان 25%، يقعدوا 75% باش ننفذوهم. هنا تطرح مسؤولية، لأن المواطن التونسي أنا يلومني ويعرضني في الشارع يقول لي أنتم في المجلس الوطني التأسيسي إيش تعملوا؟ نحب نقول إنه فما تنظيم مؤقت للسلطة هو اللي يعطي المسؤولية هذه للحكومة، ونحب نقول أنا رد باش نختم على خونا زياد، إنه راه مش إحنا المجلس قرر، صحيح المجلس قرر، لكن داخل المجلس التكتل المؤتمر والنهضة هما اللي جابوا مشروع التنظيم المؤقت للسلطة، واللي هو رؤيتهم لإدارة المرحلة، واللي احنا في الحزب الجمهوري وفي المعارضة الديمقراطية صوتنا ضد اياد. بما انه التونسي يمكن كان يتصور ان الناس الكل باش تخدم يدها في يد بعضها، ها هذا لب الموضوع. وقت اللي يجي مثلا نائب السيد محمود البارودي، وسؤال موجه ليك سي محمود اذا كان تحب باش نقدموا شويه، خاطر شويه لازم نحكيوا على استحقاقات. وقت اللي يجي نائب محمود البارودي يقول جمهوريه الموز، ها يمكن هني نقول مره اخرى في الانتباع وفي المخيل العام، يقول التونسي يا ولدي انا ما صوتش لهذا، ما صوتش باش راه ناس تتنحر، ما صوتش، صوت على خاطر نحب على دستور جديد فيسع، ونحب على دستور يكون علوي، وخلي نبدا انا نقدم في الديمقراطيه. دونك هل هذا اليوم اللي نحكيو فيه عندي واضح شو رايك سي محمود؟ التعبير هذا جاء في كونتكست معين، الكونتكست انه يقع تعيين محافظ بنك مركزي قبل ما يقيلوا محافظ بنك مركزي، وبالتالي فانه الدوله لا تحترم المؤسسات فهي تعد جمهوريه موزان. نحب نرجع المسألة مهمة، هي مسألة قانونية، أنا مانيش خبير في القانون الدستوري سي محمد أفقه مني، ولكن اليوم ما فماش حتى تونسي يختلف أنه مسألة 23 أكتوبر فيها زوز قراءات دستورية. أنا نحب نأكد على حاجة، اللي احنا المجلس الوطني التأسيسي هو مقيد بمبادئ ثورة الكرامة بتاع 14 جانفي، هو مقيد بالنصوص القانونية اللي بنين عليها، واللي مشى الناخب بنى عليها الانتخابات بتاعه، العرس اللي يسميهم العرس، وهو كيف مقيد بوثيقة 15 سبتمبر اللي بصح عليها الأطراف السياسية الكل، ولهنا كل احترام للسيبير لأنه كان من الأول رافض الوثيقة ذي وما صحش عليها وذي حقه. ولكن المسألة راي أعمق، لو احنا كي نجيو نحكيو في 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 لب المجلس الوطني التأسيسي، كي نجيو نحكيو إياد حكي على الاقتصاد والوضعية الاقتصادية المدورة، اليوم 96 يوم معناتها نتاع ليزيكسيدون دوفيز عندنا في تونس، معناتها عمرنا ما وصلنا لهال، وإذا نحسبوا بار لو دينار دو ريفيرونس تلقاو 75 يوم، راهو معناتها باش نكونوا واضحين، راهو معناتها الوضعية سيئة وسيئة للغاية. الفكرة سي محمود، الفكرة أنه اليوم نجيو نحكيو مثلا على القضاء. القضاء اللي هي مسألة مهمة، ولهنا بربي نتوجه سينوردير، راه ماهوش ضد سينوردير البحيري، هو سي كاتيبيك اليوم اللي نعيشوا فيه في تونس، القضاء ومحاولة السيطرة على القضاء، كيفاش قاعدين نعملوا؟ بتجاوز المجلس الوطني التأسيسي، لأنه المجلس الوطني التأسيسي وقت اللي كان عنده إرادة سياسية باش يصوت على استقلالية الهيئة المستقلة الإشراف على القضاء العدلي، فإنه لهنا نكمل الياس يعني سي بورتون خاطر الوقت شوية، لأنه الأغلبية رفضت أنها تصوت على استقلالية الهيئة هذه المشرفة على القضاء، وعودنا أحيينا معناتها المجلس الأعلى للقضاء بربي بني استقلالية بتاع قضاء نحكيه وقت اللي وزير العدل هو اللي عين، هو اللي نقل، وهو اللي طرد القضاة، أحكينا على نقلة بتاع القضاة والحركه القضائيه اللي عملها السيد وزير العدل، ولهنا ديما نقولوا راه ما عندناش مشكله مع سي نور الدين البحيري، بالعكس هي قراءه للوضع، ولهنا قلنا يلزم المجلس الوطني التاسيسي يتحمل الدور اللي مناط بعهدته هي المراقبه، ولكن مع الاسف احنا غير قادرين اليوم. وقت اللي بعد الحركه القضائيه اللي يقوم بها السيد وزير العدل واللي فيها العديد من النقائص، نذكرك اللي في سيدي بوزيد 10 قضاة ناقصين، اللي في المهديه 10 قضاة ناقصين، اللي في اريانا 9 قضاة ناقصين، هذه بعد الحركه القضائيه. خليني خلينا كامل خاطر الياس يعيشك خاطر خذا الوقت الكل سي محمد، نكمل نكمل عدل وانصاف، نكمل الفكره في 30 ثانيه، انه اليوم المؤسسه الهامه والمؤسسه القضائيه ما عندهاش استقلاليه. المجلس الوطني التاسيسي شنو اللي عمل؟
ماهوش قادر باش يقوم بحتى شيء. هذه مسألة مخترة. الإعلام اليوم احنا دو نحكيو على الإعلام وتدجيل المؤسسات العالمية وما إلى ذلك، ما قام به المجلس الوطني التأسيسي للمحافظة، ولهنا راهو نقد نوجهوا فيه لرواحنا، راهو حتى احنا كمعارضه راهو ما نقولوش اللي احنا يسبو عندنا خيارات تعدد قدامها وصعيبه ولا المساله، لانه اليوم تسكر ملف تلقى ملف واحد اخر تحب تمشي للبلاصه الفلانيه باش ناقش، وبالتالي فانه راهو هناك اراده سياسيه، هناك اراده سياسيه لتقزيم دور المجلس الوطني التاسيسي، لتجاوز المجلس الوطني التاسيسي من طرف السلطه التنفيذيه، وهذه مساله على غايه في القدره. هذا نسالوا حد من الاغلبيه، سي زياد العذري، هل تعتبر انت كنائب انك تروحك امام خيارات اللي هي خيارات نقولوا عمياء نحو قرارات الحكومه، وانا لقيت روحك اون فوتر امي كونسيونس، انا نحكيو على لامي كونسيونس دو ديبوتي، معناها يلقى روحه امام خيارات اللي يمكن يلقى روحه ينساق وراء الاغلبيه وما تختاروا الاغلبيه. يمكن المعارضه ساعات تقول يا خويا احنا كمجلس وطني تاسيسي هاد تخرجوا شويه من التجاذبات، ومش لازم هل التصويت الاعمى للي ينجم يكون ما فيهش يمكن خيارات اللي تعتبرها المعارضه ما فيهاش خير للبلاد ولا ماهيش ثوريه ولا ماهيش تقدميه بما فيه الكفايه. شنو رايك سي زياد؟ شوف انا اقول راهو اخطر شيء في الديمقراطيه في عمل المؤسسات مش انك تاخذ قرار خطا، اخطر شيء هو انك تكون عاجز على اتخاذ القرار. انا خذيت قرار، وقرارات الحكومه والقرارات اللي احنا مشينا فيها في المجلس فيها بطبيعه الحال صحيح وفيها الغلط، ما ينجمش حد يدعي العصمه وباش يقول احنا فوق معناها الخطا ولا فوق الغلط، فما الغلط وفما الصحيح، والانسان يعدل ويطور الاداء نتاعو وفيري ميزور كما قلت انا جو مانتيان اوني دون اون فاز دابرونتيساج حبينا ولا كرهنا هذاك وقعنا اليوم، ومانيش ديمقراطيه بريطانيه ولا ديمقراطيه حتى هنديه ولا حتى نتاع جنوب افريقيا، احنا ديمقراطيه ناشئة في طور الديمقراطيه التونسيه. سي زياد خليني نكمل لك الفكره. انا نقول لو بلو غراف سي لابسونس دو ديسيزيون، انا نقول انه نحمد ربي على ان مجلس قادر على انه ياخذ القرار، قادر على انه ياخذ القرار. انا خذيت القرار غدوه حسبني على القرار اللي خذيته، وعندي غدوه مش نرجع قدام الشعب والشعب هو اللي يحسبني. ولكن اخطر شيء تصوروا لو كان المجلس فيه مجموعه من الكتيلات بخمسه وسبعه وعشره، وكنا في كل جلسه نعديه معناها اشهر باش نوصلوا الى قرار، وهذا فما برشا ديمقراطيه تعرف شيء هذا. هذا اخطر شيء على ديمقراطيه نشئ. ولذلك نقول انا حتى ولو كانت فما صعوبات وحتى ولو كان هناك مشكل، ولكن هذه انا اعتبرها ستون شانس بالنسبه لتونس، وانه على الاقل فما انويو فما اونيتي كابابل دو كونستروير هالائتلاف على صعوباته وعلى ضعف التجربه نتاعنا والثقافه الائتلافيه وثقافه العمل الجماعي. وانا متفق معاك تماما في حاجه، التوانسه يحبوا المجلس، يحبوا النخب السياسي، يحبوا الطبقه السياسيه الكل تخدم مع بعضها لصالح البلاد. مانيش انا كي نسمع اياد ونسمع محمود نحسه كانه يمركي عليه في بونتوات، لا والله انت قفه غاليه، لا والله الدوفيز هبط، لا والله بلا سامحني شنو البلاد في العالم اللي عملت ثوره وشافت الايكونومي نتاعها طالعه؟ وين هذا؟ وين شفتوه الاكزامبل؟ توت لي زيكسبيريونس في العالم اجمع وقت اللي تصير فما ريفولوشن ثوره زلزال بالحجم هذا في البلاد بطبيعه الحال مش يصير معاه. لكن فانا مهمتي لكن لا فما كلام على التضييق على الحريات، انا ما نعملوش على لامباسي فضلك سي زياد، انا ما قطعتكش نقطه فقط باش نقول لك اللي فيما يخص نقطه فقط. انت قلت مساله الثوره، نعطيك اكزامبل بسيط كلمه ومن بعد نعطيك حل الوقت نتاعي. ميساج النقطة انه الحكومه نحكي على الثوره ولا الانحدار بعد نعطيك مثال. حكومه سلباجي قايد السبسي جويليا 2011 كانت نسبه التطبيق نتاع المشاريع نتاعها على الارض مازالوا كي عام 2011 عام الثوره، التطبيق نتاعها في جويليا 40%، الحكومه هذه نسبه تطبيق البرامج نتاعها 25%. باش تقول لي المبلغ اكثر، نقول لك انه بعدد الاموال اللي تم صرفها من الميزانيه في جويليا 2011 اكبر من الاموال اللي تم صرفها، وبالتالي البريتكست بتاع الثوره ممكن نسبح زياده العدد. تفضل سي زياده، الشفر انا نجم زياده مش تقول مش انا نقول وانه مسؤوليتنا احنا كناس سياسيين وجبدوا لك على الحريه زياده، كنخب سياسيين باش نرجع للنقاط الكل، كنخب سياسيين مش باش نقعدوا نمركيو في بونتويت والله لا، ونحب نفشلك انا لانه
أنا في تقديري وأنه الفشل هو لتونس والنجاح هو لتونس، ماهوش للحكومة ولا للترويكا ولا للنهضة. ولذلك العالم أجمع، وهذا يلزمنا كأنه خب سياسية، هذا كأنه خب سياسي يلزم في المعارضة فشل تونس زعما نفهمه للمواطن التونسي اللي هو يقولك أنا يعتقد أنه حكيت بوتونات، عملت ثورة، تخلصت من الدكتاتور، تخلصت من العائلة، وشفنا كل خزانك لفيها برشا فلوس وكذا، سي بون مشاكلنا الكل تحلت والناس كلهم مش نخدموا. بوتونات سامحني زياد، فما شكون قالوا لي هي بوتونات؟ أكيد فما شكون قالوا، هذه غلط، ولكن احنا نقولوا إذن نوعيوا شعوبنا ونوعيوهم فهموهم، وأنه نحن قاعدين نكسبوا. قاعدين نكسبوا في أشياء اللي صحيح ربما اليوم في قفتنا قاعدين نتعب، وربما اليوم في ظروف معيشتنا قاعدين نتعب شوية، ولكن الحرية اللي خذيناها اللي افتكيناها بك التضحيات الكبيرة متاع الأجيال متاع التوانسة اللي ضحاوا، ولكن أيضا الناس اللي استشهدت في الثورة والناس اللي جرحت وكذا، هذاك راهو ما عندوش ثمن. كما نقولوا احنا لا ريفوليسيون الا ان با دو بري مي الا ان كو، الا ان كو يلزم الإنسان يكون واعي بأنه تتنكو. باش نكمل أنا عن قتل، أنا أدخل في تفاصيل كثيرة جدا وعشرة قضاة جاوبوا في 30 ثانية أنا مش نجاوبوا، مش نقول أنا الحكومة تخطئ وتصيب، وإحنا مهمتنا كنواب شعب، أنا في بالي الحوار هو حول المجلس، إذا كان مش نعملوا نقاش حول أداء الحكومة نجموا ندخل في هذا. بما أنه المجلس يراقب بطبيعة الحال، باش نحكيه شوية على الحكومة سيزياد، وبما أنه المجلس يراقب ويساعد بطبيعة الحال، وأنه المعارضة وأغلبيتها هي اللي تقرر زاد كذلك في التشريع، معقول جدا نحكي على الحكومة. أنا نقول وأنه كانوا خب سوسية، مش مهمتنا باش نسوقوا التشاؤم لدى المواطن التونسي اليوم. يلزم نوعيوه بالمشاكل، يلزم نصارحوه بالحقيقة، يلزم نصارحوه بحجم التحديات اللي نعرفوها وبالمشاكل اللي لقيناها من التركة الثقيلة التي وجدتها الحكومة وأي حكومة كلك سوا دير، مش خاطر هذا اليوم في الحكم ولا الترويكا مع بعضها تختم راهو لأي حكومة كانت مش تواجه الصعوبة هذه. ولذلك أنا نقول فقط نقطة وحيدة، نقول وأنه احنا مهمتنا اليوم باش نلقاو الصيغة هذه للشيمية اللي باش تخلينا الناس كل نخدموا مع بعضنا ونقدموا باش نوصلوا للأهداف متاع بعضنا مع بعضنا، ونكونوا كمعارضة إذا كان احنا حابين نمشيو في الخيار هذا. وأنا في رأيي ما عندوش حتى معنى اليوم باش تكون معارض في 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 مرحلة متاع انتقال ديمقراطي. أنا نقول وأنه كقوة اقتراح، كقوة معناها معناها تقدم في الحياة السياسية، مش كقوة معناها عرقلة أو كقوة معناها احنا مش نقعدوا ديما مركزين في بوتويت على بعض. يعني قلت انا خاطر عرفت زياد، تفضل سي محمد الكلمة ليك في فكرة انه العمل الحكومي والأداء الحكومي في تفاعل مع المجلس التأسيسي. اليوم فما شكون يقول لك القوانين تجي، الأغلبية تصوت، كل شيء يتعدى بس بلا. والله أنا باش ناخذ زوز مثل من صديقي قالهم سياد، واحدة يتعلق بالانتدابات والأخرى يتعلق بالقروض. هذا يجي مشروع متاع قانون خدمته إدارة لمدة شهر ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اللي هو، يتعدى المجلس يتخدم على مستوى اللجان، ما يحضرش حد في اللجان أو ما يبديش الرأي في اللجان أو كان أقلية في اللجان ما نعرفش، في الجلسة العامة يجي يقول أو عندنا فكرة رائعة جدا اسمها إسقاط ديون الفلاحين. طبعا القرار هذا رائع برشا، يصوتوا له غدوا الفلاحين ربما، وبرشا ناس يراو اللي هو قرار معناها ثوري ومهم جدا، وناس يكون صحيح. انا توك تقول صحيح ولا غلط نقول لك والله ما نعرف، اما الثابت في رايي كونه ما نجمش نايب وقت يصوت على قرار كيما ذا وهو ما درسوش، قول نرفعوا الجلسه اجلوها نتناقشوا من بعد نعرفوا قداش الديون هذه وشنو انعكاسات اسقاطها، لان الامور مش هكا. نحب نرضيك اخي، رضيك على حساب المصلحه العامه ككل، حملات انتخابيه داخل المجلس. لا انا ما قلتش معناها ربما تنجم تكون مفيده. لا همش اقول لك لا ربما تكون مفيده انتخابيا، اما اكثر من ذلك هي نوع من التسرع، اي ليش يكون متحمس معناها بالفعل المشروع هذا مساعده الفلاحين قطع نظرا المساله الانتخابيه. انا قلت لك ربما تكون زاد فيها انتخابات ربما، اما باهي ما سالش. اما على كل حال حتى كالحماس راه مش تمشي هكا الامور، تمشي شراي هكا، تمشي بدراسه انعكاس قداش المبلغ الجملي، شكون باش يتحملها البنوك ولا الدوله لانعكاسات نتاعها، ومن بعد يتخذ القرار مش بالبساطه هذه. والاداره عاده كتجيب قوانين راهي تكون درستها مليح. كان ياخذ مثلا تاع الانتدابات نفس الشيء، زاد عندما طرحت ساعتها 1000 انتداب في كل ولايه، الاداره غير قادره على تنفيذ هذا القرار. نشكر رائعه جدا كفكره عامه، الاداره عندها امكانياتها تعرف في وزاره التربيه قداش حشتها في الليسي الفلاني وفي الليسي الفلاني، الصحه قداش حشتها رغم بعض التعقيدات وقتها اصل الارقام في الاداره وما ادراك ما الاداره ما كانتش كامله. يجيو بعض النواب يقولوا 1000 في كل ولايه، بصراحه قرارات كيما ذي مش تاع اخر لحظه. مش بالضروره يخدموا في نفس الولايه، راه احنا ما قلناش انه راهو اليوم البطال في سليانة وفي قعفور وما عرفش شويه كيقول انتدبني وخدمني في تطاوين يمشي يخدم، راه ما نقولكش ما نمشيش نخدم. انا قلت لك الانتداب يتم على مستوى الولايات
ولي بوست طبيعي موزعين على الجمهورية ونعرفوهم وين في الجمهورية. لكن أنا كي نخدم 1000 شاب من عائلات الجهات كيما سليانة والكاف وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد، نحل مشكلة اقتصادية في جهة هذيك حتى لو على كل شيء. لا تقلق من ذكر مليحة مساعتها لم تطرح بهذا الشكل، وحتى كان طرحت بهذا الشكل رأي ما هيش بهذه البسط، وطرحت شكليات من هذا القبيل. مثلا نخدم بعض المنتمين لبعض الجهات المعينة في أماكن معينة، فولات فما ردود فعل. نحن رانا ما نخلقوش عداوات بين التوانسة، نحن كي نحبوا ندعموا مناطق داخلية نحلوا مناصب أكثر في المناطق الداخلية، وكان نشارك فيه واحد من خارج المناطق الداخلية ونجح مرحبا به، هو الأصل كونه ولاد المنطقة هم اللي باش يشاركوا. لكن كي يشارك حد من خارج المنطقة ما نخلقوش شيء هوية بين التوانسة. وجهة نظرك شنو أنت سي محمد في كلمتين؟ معناتها تقول أنت صلب المجلس إذا ما يكونش فما السجاد بساطة تبسيط تبسيط انت ربما لا نقص تبسيط مش قصدك ما نبداوش نبسطوا في الامور، راهو يلزم فما تفكير قبل ويلزم كذا في مستوى اللجان. معناها مش عادي كون الحكومه تجيب مشروع يتبدل المنطق السليم، راهو في الجلسه العامه قرارات المسائل التقنيه ما تنجمش تلقى كان في مستوى اللجان وتعيطوا الممثل الحكومه وتحكيوا معاه هكا تمشي الامور. معناها يظل وجيبوا الخبراء كلزم، مش لازم يكون من الحكومه من استعراض العضلات. معناها ما تجيش في الجلسه العامه في اخر لحظه اللهم مقترح كبير تتأجل الجلسة تتناقش يسألوا الخبراء وبعد نرجعوا نعملوا قوانين. أما مش آخر لحظة جبت لمثة ذي فقط شنقول راهو ما فماش منطقة بتاع أغلبية اللي ما صوتوش معاكم ساعتها ما صوتوش على أساس كونوا مش في آخر لحظة تتخذ قرارات جديدة. بصراحة هذا هو الموضوع، ما تصورش كونوا يفسد يكون مع حركة ضد حركة أخرى. نرجع لك ونفس الشيء بالله بالنسبة للقانون المالية ما زاد ما يزبش. لا 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 قانون مالية على سنة 2011 صدقني سي محمد ماناش نحكي يمكن على القوانين كيف كيف مثل بسيط برشا. خليني كان تسمح بما انه في علاقه بقاعه الاخراج نمشي للفاصل ونرجع لك راجعين في حديثنا على المجلس التاسيسي. تفضلوا مرحبا بكم مره اخرى، جزء اخير من حوارنا الليله في استوديو السياسه. ضيوفي هما الساده محمد عبو، السيد زياد العذاري ضيفي، كذلك اياد الدهماني ومحمود البارودي. سفيان اذا الكلمه ليك في هالجزء الاخير. انا نقول انه فما خيارات تتعمل من الأول وهي اللي تحدد من بعد التمشي. المجلس التأسيسي عمل خياراته، قال أنه مانيش باش نقبل المقترحات اللي تعملوا لي حول الدستور الكل وباش ننطلق من صفحة بيضاء، بالرغم من أنه فما لجنة الخبراء التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة اللي متكونة من خبراء عينهم الممثلين نتاع الأحزاب الموجودة في داخل المجلس التأسيسي اليوم خدمة مشروع. قالوا فك علينا اليوم عندهم تقريبا 13 ولا 15 دستورنا إلى غيرها، قالوا باش نبداو من الأول. هذا خيار ومن حقهم. كذلك عملوا خيار آخر، قالوا أنه احنا باش نعملوا حكومة سياسية، مناش نعملوا حكومة متاع تكنوقراط متاع تصريف أعمال وكذا. حكومة سياسية أعطتنا كل التجاذبات المعروفة، لأنه ولات ينجم هي ما يكونش في مجلس تأسيسي أغلبية وأقلية، نجم تكون عبيد معاه وعبيد ضد. لكن تولي حكومة سياسية تولي معارضة، حكومة ومعارضة، وهذا اللي صار. في حين أنه انتظارات الناس كانت انتظارات كبيرة واستنيناهم فعلا، استناوا التوانسة المجلس التأسيسي باش يعطي إشارات. الإشارات اش كانت؟ كانت أنه شهرين باش يعملوا حكومة لأنه ما تفهموش، كانت شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة باش يعملوا القانون المنظم للسلطات والقانون الداخلي. حكومة شهر حكومة شهر مش شهرين، شهرين بالضبط 20 ديسمبر حكومه. انا حسب ما نذكر اللي هو شهر والناس كانوا في ظرف شهر. وقتاش خذيت تسلمت 22 ديسمبر ولا 24 ديسمبر؟ 24 ديسمبر. لكن يا اخي نذكرك بالتواريخ، 22 نوفمبر اول جلسه للمجلس التاسيسي. الانتخابات بالنسبة للتونسي صارت 23 اكتوبر، الحكومة كانت عينت 24 ديسمبر. هكا التونسي لا سبع شهور الاولانيين فصل واحد من الدستور ما تكتبش. اول في السبع شهور هذيك واش عملنا؟
عملوا الطوطة ناقشوا فيها حكاوا فيها بالكدا بالكدا اما عملوا الطوطة. الفصل الاول من الدستور اللي هو فصل منتحل من دستور 59 تعمل تم الاعلان عليه بعد 7 شهور. هذا الواقع وهذا الانتباع اللي عند التونسي. زيد عليها زيد عليها انه المجلس التاسيسي في دونك الدستور حتى لليوم راهو التونسي يعتبر انه فما بطء في صياغه الدستور. بلكش تصوروا انه صار لا لا التونسي لليوم يعتبر انه فما بطء في الدستور. لكن حتى في مراقبه الحكومه مستحيل نقنع التوانسه انه المجلس التاسيسي هذا كان ناجز على مستوى الدفاع على الحريات. في كل حريات حريه التعبير حريه التنظم معناها نحسوا فعلا انه المجلس التاسيسي احزاب متلمه حول مشروع مشاريع سياسيه مش حول حلم التوانسه بدوله جديده ديمقراطيه. ما خليتوناش نحسوا بهذا ام بروبليم دو كومونيكاسيون بوتيتر. اما المشكله مش في التوانسه اللي يحسوا هذا، المشكله في العباد اللي عندهم السلطه وميكانيزمات عمل تخلي اللي لجنه كما لجنه 9 ابريل تو ما نعرفوا حتى شيء مثلا لجنه مجلس هو أنا لجنه أنا كتبتها من سي زياد ماهوش باش يحبها احنا هو الرئيس نتاعها اسمح محمود تفضل هو وكانه احنا راهو قاعدين لهنا الياس نعملوا في اللوتو فلاجيلاسيون معناتها كاين واحد جاي قاعد يضرب في روحه ويقول راني ما عملت حتى شيء. سي تري ديفيسيل راهو بالنسبه لنا احنا باش نقولوا راهو بالحق فما عديد من النقائص ولكن فما غياب اراده سياسيه. اليوم انتوما سالي راد السياسي اليوم اكتشفت انه دوري انا بوجود الاغلبيه الحاليه ما عنده حتى قيمه. فكرك علاش سمعتك الفيديو الياس اللي في اخر نقطه فيه السيد رئيس حركه النهضه يقول راهو مساله الشريعه ماهيش مهمه نحطوها في الدستور ما نحطوهاش في الدستور ماله الا نص. ما انت مساله مخترة وخطيره للغايه. قبل كنا نعملوا في دساتير ونكتبوا فيهم دستور مزيان وما نطبقوا منه حتى شيء. وقت اللي سمعنا رئيس حركة النهضة واحد يقول معناتها أنا فاش قاعد نعمل؟ فاش قاعد نعمل؟ نكتب في دستور باش تجي أغلبية موجودة وماهيش باش تحسبوا اللي نكتب فيه أنا ونقول الفصل الأول اللي خذيناه من الدستور 59 ونقول رانا باش نلوحوه وراه مش مهم أنا نحينا لهم الشريعة ما يسالش نرجعوها بطريقة أخرى. بالطرق الملتويه هذه شيء ياسفنا. احنا نستناو الرد معناتها نتاع حركه النهضه وتكون عندها فيديو نستناوه ماذا بينا نراوه راهو ماهي باش تتمنى راهي مش باش تتمنى قلوبنا الياس على خاطر زاده اليوم الفيديو هذايا اللي دارت برشا راهي مش باش تتمنى قلوبنا الياس وقلوب التوانسه الا ما يراو الفيديو كامله اللي قالوا راهي مفبركه. اما اللي سمعناه اليوم راهو شيء يقشعر له الابدان لانه احنا عملنا ثوره باش نقطعوا مع الماضي مش نكتبوا دساتير جميله ومن بعد نحطوها في الخزانات ونعملوا شو نحبوا. هذه معناتها قوس فتحناه لانه بالحق احنا نكتبوا في دستور لاجيال اذا باش تجي حركه او اي حزب ماهوش باش يمن بالدستور هذايا احنا فاش قاعدين نعملوا وانتر بارونتيز اذا نزيدوا لهنا احنا نطالبوا بفتح تحقيق في اللي قاله السيد راشد الغنوشي اليوم. فتح تحقيق ونستنى ما نعرفش هو سي محمد ادرى مني نستنى في وكيل الجمهوريه لاستدعاء الشيخ راشد الغنوشي للتحقيق معاه حول الاقوال اللي صادره عليه اليوم واللي التوانسه الكل سمعوها. هذه مساله ماذا بينا نتجاوزوها ان شاء الله يعطيونا الفيديو الصحيح. ولكن عكس هذا فانه راهو الامن نتاع تونس مهدد، هذه استقرار تونس مهدد، الحريات في تونس مهددين، وبالتالي فانه هاللي نحكيو فيه هذا الكل راهو نجمو نمشيو ونخليه وما عنده حتى قيمة. هذا قوس نسكروه نكمل نسأله على لجنة 9 أبريل. لجنة 9 أبريل هو باش يكمل في لجنة 9 أبريل لأنه سيد رئيس لجنة خليه يكمل كلمته في مفصل لجنة 9 أبريل ونجيك سيزياد نوعدك سي محمد وبعديه احنا كنا نتمنيه ويدري حتى أخوي محمد عبو يشطر لنفس الرأي أنه 9 أبريل كانت هناك تجاوزات وقاعد تعامل معها بنوع من القوة. احنا نحترم السيد وزير الداخلية
نعتقدوا انه قاعد يقوم بالمهام نتاعو، ولكن في بعض الاوقات كان معناتها ماهوش. لا احكي لي على الكوميسيون تاعكم. الكوميسيون احنا لا كوميسيون اون اريف لا لا كوميسيون دو 9 فبري. وزياد باش يقول لي راهو مالي 6 شهور لها اقل من 6 شهور. الاحداث نتاع 9 فبريل من 9 فبريل مش من 10 جوان، من 9 فبريل بدات. وبالتالي اللجنه هذه موجوده ولتوا ما قامت بحد شيء. قمنا باستدعاء السيد وزير الداخليه، والسيد وزير الداخليه يقول بالحرف هذه مساله دخلنا في التاريخ، تجاوزها التاريخ وما عادش عندنا علاش باش نحكيو عليها. وبالتالي تجاوزنا المجلس الوطني التاسيسي. في تفاعل خاطر بدا يهمنا الوقت والحق، ونحب نعطيكم الكلمه الكل. مره اخرى نقول احنا كمسؤولين سياسيين كنخب سياسيين يظلي مانيش باش نستقيو اخبارنا من الفيسبوك وناخذوا فيديوهات الله أعلم به كيفاش تعاملت وكيفاش تفبركت وبأساليب العهد البائد ونأخذ تصريحات ونخوفوا توانسة. راو سي تري غراف، سي تري غراف، سي تري غراف. اليوم إنه النخبة السياسية الجو سور لي بير بتاع العباد، راو يلزم نفهموا إنه العباد في مرحلة انتقالية بعد ثورة، في مرحلة متاع عدم استقرار، في مرحلة متاع صعوبات اقتصادية ذكرتوا بها وتعرفوها أنتم أكثر من غيركم، باش نخوفوا العباد وباش نسمعوا فيديوهات مفبركة مقطعة. استنى حتى الفيديو الصحيح باش تتكلم. اذا ما تتكلمش انا اقول وانه كثير الفيديو صحيحه طولها ساعه و13 دقيقه هبطت على اليوتيوب. واليوم الشيخ رزل الاستاذ رجل غنوش يقول الفيديو تلزمني وانا تسحب المكتب نتاعو. هذا قول تفضلكم ماهوش معقول. هذه فيديو من شهر ابريل موجوده على اليوتيوب وهي كما قلت انت مطوله جدا وتم اقتطاع الكلام من سياق وياخذوا جمله ويركبوها على كذا. يعني اساليب بتاعت فابريك معروف. احنا كنزمنا كانوا خب ما نلعبوش على المشاعر وسنسيسيونيل ونقول والله احنا نواب وانا نشوف توا في بوادر نتاع حمله انتخابيه معناها موجوده وانه نحن نواب، ولكن والله احنا حابين الانتخابات. اخي احنا باش نصولوا للانتخابات. تتصور اللي احنا في هذو فابريك توسكي اكسيسيف اي تانسينيفيون. ما تحكيش الكلام هذا لانه ماهوش احترام للمواطنين اللي شاهدوا فينا. التوانسه يعرفوا انه الاكسي هذا نرجعكم للموضوع خاطر الموضوع شاسع وعنده تفاعل مع المجلس الصحيح ومع المعارضه ومع الاغلبيه. لكن من فضلكم يعيشكم هذا الموضوع حوار شامل وشاسع. حل القوس سيزيان انا نغلق القوس، ولكن نقول نتعاملوا بمسؤوليه مع الشارع. اليوم الشارع اليوم وقفوا سي محمود منذ البدايه ودخل في 23 اكتوبر. 23 اكتوبر ماهيش ورقه شككتش. ضغط لا ما شككتش الشرعيه اللي تصور عندي قراءه ممكن ما قطعتكش يا محمود. خليني نواصل. احنا اليوم نلزم نتعاملوا بكل مسؤوليه ورصانه مع الواقع. اليوم احنا معناها في وضع سياسي دقيق. نحبوا الكلنا ننجحوا، ما نشكش في خياني اللي في المجلس الكل من توجهاتهم مختلفة وأحزابهم. يلزمنا ننجحوا ونا با لو شوا، يلزمنا ننجحوا له. باش ننجحوا نكفوا على الاتهامات ونكفوا على غياب الاراده السياسيه. وانا في المجلس ولكني منع. لا يا خويا انت عندك مجلس الفكرة. عندك امكانيه للاقتراح. خلينا نكمل على التفاعل. لا سي زياد كان تسمح نحاول كيفاش نوزع الكلمه بكل عدل على الناس كل خاطر بدا الوقت يدهمنا. تفضل سي محمد. انا ماذا بيا بصراحه ديما نبحثوا على الموضوعيه، والموضوعيه تقتضي باش تقال الغالب زوز مواقف في زوز اتجاهات مختلفه بين بالنظر للاشخاص، ولكن مربوطه بالمبدا. المبدا يقول الساعه المبالغه. لا علاش نقولوا مع جايين الانتخابات؟ الشعب التونسي بالوفاق ولا بتحرك ولا بنضاله عمل ثورته، عمل مجلس تاسيسي وش عمل انتخابات وعمل جايين. فما حتى حد في تصوري لا انت عندك رغبه ولا الموجودين في ترويكا عندهم رغبه باش يطولوا. يقول الناس كل تحب تتموا، انتم تحبوا تكملوا. فخليه شويه وفاق فوق الشرعيه ولا مع الشرعيه، سامحني مش فوق الشرعيه، مع الشرعيه يوصلنا للانتخابات هذيا. هذيك هي الامل نتاع تونس في تصور باش نحسوا بالمرحله نتاع الاستقرار وبما يشجع الاستثمارات وغيره. فيما يخص التخوفات هنا يولي موضوع اخر. 9 ابريل، 9 ابريل بقت النظر على شرعيه القرار نتاع السيد وزير الداخليه اللي برشا وانا منهم من اللي هو شرعي من حقه كونه ياخذ قرار بمنع التحركات، ولكن كي صار تجاوزات ودخلوا بعض الاشخاص من غير اجهزه الامن باش يعملوا امن مقبول جدا كونه تطرح في المساله في لجنه، وطرحت المساله في لجنه واللجنه يلزمها تواصل العمل نتاعها. علاش؟ خاطر التونسي يلزم يتعلم يثق في مؤسسات الدوله. مش تاسيسي مؤسسة الدولة، لجنة اتعملت يلزمكم تكملوا الخدمة متاعكم وتعلموا التوانسة، هذه هي الأمانة وهذه الواجب متاعكم. فيما يخص تصريح رئيس اللجنة ما مزيوش. زياد سي زياد سي نعديو الحصة نعطيك كلمة أكثر من الأخرين. سي زياد فيما يخص التصريح بالله خاطر توا نشوف في فيسبوك وفي الردود وكذا، معناها كي نبداو نميلوا باش نقنعوا الناس فما أزمة بالطبيعة يلزمنا نضخموا، وزاد ما نبسطوش ياسر. أنا ريت حاجة واحدة أو حاجتين هم. فما المسألة نتاع الخطاب لازم يكون واضح،
ما يلزمش نصعبوا على الناس بخطاب وخطاب اخر مخالف، واحد مجعول للبيبليك والاخر مجعول لتركنا. هذه بصراحه نحيوها رجال السياسه الكل، خلي المواطن توصي واللي يفهم، خاطر صعبنا عليه. وانا تو نشوف حتى الناس يشكوا في كل شيء، نحن بينا يشكوا فينا راه وفاهمينهم، معناها داخله بعضها الامور. حتى كي تكون صادق ما ينجم يصدقك حد، تالمهم منتشره الفكره نتاع الكذب والكل. ان شاء الله رجال السياسه الكل يكونوا موقفهم واضح، ما عندناش خطاب للتركينة وخطاب للعلن. يمكن اسرار نجم نقولها في تركينة طبيعة الاشياء، عندي اسراري وانت عندك اسرارك، ولكن مبادئ وتصورات وتوجهات سياسية ولا فكرية ولا غيرها، هذه لازم تكون مسألة واضحة. مسألة الدولة الإسلامية، رانا احنا ساعة في بالي أغلبيتنا مسلمين، التوانسة حرة ساعة توصي باش يكون ملحد ويكون اللي يحبه، أما حسب معلوماتي معناها اللي هما أغلبية مسلمة، والمسلمين هذوما التوانسة هذوما بالذات معروفين باعتدال ومعروفين بنمط حياة وبمكاسب معينة خذوها. ما فما حتى تونسي نجم نحيالهم، ما فما حتى حركه سياسيه نجم نحيالهم. حركه النهضه جاب 42% في الاصوات، عمرها ما قالت سنلزم المراه بان تمكث في المنزل ولا ترتدي حجاب ولا غيره، ما قالتهاش. دخلت الانتخابات ونجحت لاسباب تتعلق بالمساله الدينيه ممكن، ثقه في نضالاتها والكل ممكن، لكن زاد ثقه في كونها ستلتزم المبادئ هذه والحريات هذه، ما تمسهاش وما تمسش نمط الحياه. ففي تصوري ما فما حتى طرف اليوم في تونس يرفع شعار اسمه نمس بالحريات باسم الدين وينجم يقع أغلبية موجودة طرف هذه في تونس اليوم بعيد عن الانتخابات. جزء من السلفيين أو على الأقل السلفيين يرفعوا مثل هذه الشعارات، هما بعدوا أساسا حتى كان يدخلوها في تونس بالذات لن يكون لهم أي مستقبل، لأن نعرفوا مليح عقلية المواطن التونسي. جزء منه يحب الأفكار المتشددة إلى آخره، وقت صحيح راهو يختار الأفكار المعتدلة. وما نصعبوش على بعضنا، كل ما نسمع فيديو ولا غيره الميل وتول للتشاؤم وشارت ما استعلتش بفضل اولادها وعقلانيه اولادها، وان شاء الله تتم الانتخابات نتاعنا في اقرب وقت. اياد الدهماني تفضل. إيه؟ انا باش نرجع على كلمتين قالهم سي زياد وسيد الوزير فيما سابقا. مؤقت المفيد مش مؤقت الوقت ولا سابق. باش نرجع المساله انه توا كي نسمع سي زياد يقول لك تمركيوا علينا في بونتوات، توجيه تقول انا عندي اغلبيه ونحب نحكم وحاسبني بعد العام مش عملت، ونهار تجي باش تحاسبه وتقول له هاو نقدي ليك، هاو نقدي ليك في اداء الاقتصاد، هاو نقدي ليك في التشغيل، هاو نقدي ليك في التنميه، هاو نقدي ليك في القضاء، هاو الحكومه هذه فاش فشلت. واليوم فما راي عام وواسع يقول الحكومه هذه فشلت في التشغيل وفي التنميه وفي المقدره الاقتصاديه. انا هنا راهو خلاف اللي تتصوروا، مانيش نرسل في رساله تشاؤم، يمكن يكون الكلام يثير التشاؤم عندك انت، اما نرسل في رساله امل التوانسة ونطرح في برنامج بديل، وكل ما نحكيه نعطيه مشاريعنا وبرامجنا. والحمد لله في المعارضه في الحزب الجمهوري عندنا تبارك الله من الكفاءات ما يكفي لتشكيل مجموعه من الحكومات، نسمي لك انا من سي ياسين ابراهيم وسي سعيد العايدي وسي وغيرهم وسي جويني وسي جويني وغيرهم. اليوم ما نجيوش نقولوا راهو التوانسه والله راهم ينقدوا فينا يحبوا تونس تفشل، والا والله لا يا سيدي انتم مارستوا اي لا لا خليك في الاثناء. اليوم فما مساله اشار لها سي محمد عبو اللي هي مساله الشرعيه، اليوم فما ازمه نتاع شرعيه في 23 اكتوبر تتعلق بالامر، لا يعني باش نجيو دور المجلس التاسيسي. لا على خاطر يادرا قداش من نائب يادرا دامي قداش من موضوع، وانا نرجعكم الموضوع اليوم في اللي تقول فيه الكل. فما زاد سؤال اساسي عند التونسي اسمه الدستور متى؟ هيئة الانتخابات متى؟ هيئة مستقلة القضاء العدلي متى؟ القانون الانتخابي متى؟ العدالة الانتقالية كيف ومتى؟ الإصلاح الإعلامي هاو واش قاعد يسألكم؟ باش نبداو واضحين هذايا تو الخمسة دقائق الجايين نفضلكم خاطر عندنا لي كيستيون فيسبوك على الشهير. وقتاش؟ احنا اليوم نشوفوا أنه الأجندة ما تنجم تتحل إلا، وهذا جوهر مبادرة الحزب الجمهوري اللي دعت الحوار وطني، قلنا فما قضايا خلافية وما نجمو نحدو الرزنامة إلا متحل القضايا الخلافية. ما نجمش نحكي على انتخابات قبل ما نعرف طبيعة النظام السياسي، وكان هذا جوهر اتصلنا بالأطراف في الترويكا والأطراف في المعارضة ودعينا للمسألة هذه. اليوم المطروح هو خارطة طريق، وخارطة طريق تحتاج لتوافق، لانه ما نجموش نمروا ل 23 اكتوبر من غير توافق، واحنا داعيين لاجتماع شعبي نهار السبت في قصر المؤتمرات حول الموضوع هذايا، لانه موضوع طبعا فرقنا بيك ست مرات، فرقنا بيك وعديناها لك ست مرات. وبالتالي دورنا اليوم هو التحضير للتوافق الوطني وطرح القضايا الوطنيه. التوافق الوطني يلزم الاقرار بانه فما ازمه شرعيه نهار 23 اكتوبر، وانه فما ازمه فشل الحكومه هذه، ويجب وعلى الاقل
تحييد الوزارات السياديه سينو ما فماش دقيقتين سي زياد دقيقتين وسي محمد دقيقتين ومن بعد نمشيو لاسئله الفيسبوك نرجع كالعاده الكلمه الاخيره ما تخزنش هكاك على انا نعطي مثال بسيط انا مثال بسيط انا رئيس لجنه تشريعيه في المجلس الوطني التاسيسي القطاعات حساسه ومهمه اللي في اللجنه هذه قطاع النقل قطاع الاتصالات قطاع السياحه وقطاع التجاره يجيونا قوانين العديد من القوانين اهمها قطاع تعديل مجله الاتصالات في المره الاخيره خدمة اللجنة الخدمة بتاعها ونستناو باش نكملوا التقرير في تقرير لجنة التشريع العام لأن احنا اللجنة المشرفة ونستناو في تقرير لجنة التشريع العام لختم التقرير ونقدموه للجلسة العامة عندنا توا فوق شهر ونص وهذه راهي تخص اعتمادات هامة للدولة التونسية معناتها احنا نحبوا نسرعوا هاكم غايبين في الجلسة العامة هاكم نقول لك كيفاش يصير هاكم نقول لك كيفاش يصير احنا الجلسة تبدا العاشرة مثلا ما نبداوش العشرة لأنه ما يتوفرش النصاب ما نبداو كان الحداش مع الأسف هذا يلزمنا زاد نقولوه للتوانسة قولوا راهو فما التزام من النواب معناتها ماهوش كبير برشا دونك بخلاف هذه فما النواحي الإجرائية احنا اليوم إذا نحبوا نحلوها المشاكل كل بخلاف التوافقات السياسية يلزمنا نلقاو حلول إجرائية اليوم داخل المجلس الوطني التأسيسي لابد على لجنة النظام الداخلي أنها تنكب ولهنا هي منكبة ورئيس سيادة بلقاسم قاعد يقوم بتحركات من أجل أنه يلقى بعض الحلول ولكن هذا غير كافي غير كافي علاش لأنه اليوم لابد زادة ديما نرجع من إرادة سياسية لجنة التشريع العام عندها الهيئة بتاع الانتخابات والهيئة بتاع القضاء والهيئة بتاع الإعلام والهيئة بتاع هذه كله في لجنة بركة هذه كله في لجنة وبخلاف القوانين الأخرى اللي كلها تصب عندها وبالتالي تناقش ساعات في نفس التوقيت في لجان موازية, هذه الكل يتعدوا على لجنة التشريع العام وبالتالي لجنة التشريع العام وحدها ورئيستها الأخت كلثوم بدر الدين هي ما عادش قادرة مسكينة ما عادش قادرة هذه من ناحية الإجرائية راه نقول لك ما عادش قادرة إنها توافق وبالتالي لابد من نقاو حلول وقتاش هذه هو توا لجنة النظام الداخلي يلزمها تلقى مخر على غالب ولكن هاني قلت لك كان طريقة العمل من الأول غالطة لأنه كنا نجم ونستعينوا بخبراء داخل مكتب المجلس باش يعمل لك الريترو بلانينج على الأقل لأنه نعرفه في كل المجالس النيابية مكتب المجلس يحدد خريطة العمل وطريق العمل داخل المجالس هذه ولكن مع الأسف اليوم فما مسألة التوافق اللي هي باش تحل لنا برشا مشاكل ولكن مسألة إجرائية كتقييح النظام الداخلي اللي يتعلق بكنيقات النظام وكل اللي معاش باش نعطلوا بعضنا وكل الحكايات هذيك الكل ولكن اليوم لجنة التشريع العام هي كي تحل المشكله نتاع لجنه التشريع العام فانه المشكله نتاع القوانين اللي عندنا الكل ان شاء الله يتحل سي زياد وقتاش وقتاش وكيفاش على خاطر زاد فما مواضيع على كونيه حقوق الانسان حقوق المراه حقوق الطفل مجلات انتخابيه حسيلو شوانت كبيره ياسر اقول ان الحريات وقتش. الحريات لا يمكن ان تكون مهدده في تونس لانه اليوم التونسي خذا فك الحريه نتاعو ولن يتنازل عليها مهما كان العنوان ديني سياسي اللي تحب ما واش مش يتراجع على كونيه حقوق الانسان فما برشا حوايج مش يتم التنصيص عليه ولكن نحب نقول خيار الورقه البيضاء اللي ذكره سي سفيان كان خيار فرحت به حتى الخيين في المعارضه من الاول لانه ذكروا وقت اللي الهاجس نتاع المعارضه كان قبل وانه ترويكا جات في ورقه في تنظيم المؤقت للسلطات الدستور الصغير وتناقشت على اساس الورقه هذيك كي جينا نتناقشوا في الدستور قعد كيف التروماتيزم لا احنا ما نحبوش نعاودوا التجربه وانتم مش تفرضوا علينا سيدي فما تبارك الله برشا عشرات القرائح تفتقت بها بالدساتير من كل انواع والاشكال سيدي قلنا مانيش باش نتبناو حتى دستور كل واحد ينجم يدافع هذه حاجه بالعكس انا نراها ايجابيه حاجه ثانيه ما ضيعتنا برشا وقت خيار ولكنه خيار ايجابي لانه خيار اولا مفروض حتى رؤيه ما فرضش انت البوان دو ديبار كل واحد حر في معناها في الخيارات اللي باش يدافع عليهم وما تفرضش خيار من الاول او ورقه تفرضت على الناس نقطه ثانيه وانه مشينا نحن في مقاربه تشاركيه تفاعليه معناها المجلس فما مئات الجلسات من الاستماعات في حتى في المواضيع اللي تفضلت بها تو في مخص القضاء وهيئه الاعلام وهيئه الانتخابات والامور اللي تهم الحريات وحقوق الطفل وحقوق ال وقتاش زياده على خاطر نشوف طرق عمل المجلس اليوم يقول الشوانت الكبيره هذه باش تزيد تاخذ اشهر اليوم فما شكون يتكلم على سنة وقت اللي إذا كان مش نحكيه على الانتخابات وتفعيل هيئة عليا مستقلة للانتخابات وقانون انتخاب عام من زمان تفضل سي زياد دونك مازال فريمون خمسة دقائق تفضل
قطعتني. الكل في الكل بطبيعة مش مشكل. على كل أنا نقول وأنه هذا فما خيار مشينا فيه. كان حابين نقعدوا نحن في 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 فضاء مغلق ونسكروا على رواحنا ونقولوا باش نعملوا في شهر نخرجوا دستور كل نجم نخرجوا دستور لكل حزب وكل كتلة في الولايات عندها النص نتاعها وعندها حاضر ونجموا نتناقشوا بالأغلبية وبالتصويت. الخيار الخيار مشينا في هذا. النقطة الثانية وأنه عنا احنا تعطيلات من ناحية وأنه مشينا في خيار وأنه المجلس عنده الوظائف البرلمان العادي وهذا أعطى النتائج نتاعو على مستوى عمل المجلس. ونحب نقول أنه احنا اختيارنا أنه الحكومة سياسية لأنه المرحلة هي سياسية بامتياز مرحلة متاع تثبيت متاع تثبيت انتقال ديمقراطي ما تنجمش تكون تقودها حكومة سي زياد اخترنا ونسوم اخترنا ونسوم حكومة تكنوقراط انا بالنسبة لي ليه ما تخش ثلاث سنين احنا توا قاعدين نشتغلوا قاعدين نشتغلوا على روزنامة لازم تكون روزنامة واقعية وعقلانية ومحل وفاق ويلزم نعرفوا نحن كمجلس بكل أطيافنا يلزمنا نعرفوا شنو نحبوا يلندرا نحبوا نقعدوا نخدموا كل شيء وبعد يلوم علينا نقول لك ما عملتوش لجنة 9 أفريل وقت اللي احنا لجنة 9 أفريل حتى في بعض الاجتماعات أنا دي مال باش نلموا الناس لأنه الناس في لجنة التشريع وفي اليوم نبدلوا الميكانيزمات التزامات متنوعة يلزمنا نعاودوا ونحدوا ربما نعدلوا ما فيش مشكلة علاش ليش شنو المشكلة احنا قاعدين في 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 المسار هذا صدقني الوقت وفاء في المسار هذا هذا ايش حبيت تقول بارك الله فيك تفضل سي محمد لان وقتاش سؤال أخير كان وقتاش وقتاش سنة 2013 ما فيش حتى شك ما فما حتى حد يدعو لأكثر من ذلك مستحيل وما فماش منطق يخلينا نتصور كون نجم فوتو سنة 2013 تصور عام الناس كنت تتمنى كون الصيفة أو بداية الصيفة مقبل رمضان في جميع الحالات وفما شكون يقول هذا غير ممكن يلزمنا ناخذ سبتمبر أكتوبر سابقة لوانا نحن على الأقل عندنا التزام في داخل الترويكا مع أحزاب أخرى يلزمها تكون موجودة معنا يظهر لي مادامنا كنا متفقين على الوفاق والمبادرة جات من الجمهورية قبل ما تجي من الترويكا للتذكير وجات من المسار ونحن وافقنا ولكن يظهر لي فما خلافات تتعلق بحضور بعض الاطراف الاخرين ان شاء الله نجاوزوا الاشكاليات هذيا نحن قلنا على الاقل التاريخ اللي اتفقنا عليه مبدئيا هو 18 اكتوبر نعلنوا فيه على الرزنامه اللي هي بتبيع باش تكون في سنه 2013 وضع دستور والانتهاء بالانتخابات فيما يخص موضوع الحكومه الحكومه راهي تتبع في المجلس التاسيسي مش العكس وحاجه اخرى نقولها ما فما حتى طرف من حقه كون يقول المجلس التاسيسي تعطل وهو ممثل في المجلس التاسيسي اللي خارج المجلس نفهمهم ونناقشوهم الكل اللي داخل المجلس راه يتحمل المسؤوليه ولا واحد حسب ما نذكر انا جاء قال ضد الفصل اللي يتعلق مع القانون المنظم للسلطه العموميه اللي يقول كانوا من صلاحيه المجلس وضع القوانين كان ينجم يقول وقتها خليها الرئيس الجمهوريه مراسيم ونحن مرتاحين كما سمعت بكريك الكلام هذا يتقال كنا نجم نشوف الحل هذا ما مشيناش فيه وافقت عليه كل الاطراف تحملوا مسؤوليتنا وكل الاطراف اسئله فيسبوك خلينا ضد تنظيم الوقت للصلاه العموميه ولا صوتوا ضد كل شيء بتبيع اكيد فرحانين فرحانين كشوفوا نتيجه اللي عملتوه احنا فرحانين اللي احنا ما صوتناش على الاشياء اللي عملتوها ما غلطوش وما طالبتوا بالسلطه التشريعيه للمجلس بيزور ما انت تحب انت تحب تحكم وما تحبش نراقبك شنو هذا الكلام مش هذا طبعا مش هذا لا بالتالي لا نكمل كلمتي ربي خليك بكل وضوح النقطة اللي تتعلق بصلاحيه المجلس التاسيسي انتم والناس الكل كانت موافقه عليها تقول لي ضد القانون المنظم للسلطه العموميه هذاك بتبيعها كنت ضد القانون المنظم للسلطه العموميه اما النقطه هذيك كنت معاها وحسب ما نذكر من نقاشات مسجله رايك نحبوا نرجعوا نلقاوكم كنتم دعيتوا له ونحن معاكم دعينا لها خمس دقائق تعطيهم كلمه للشعب التونسي تعطيهم كلمه للشعب التونسي نحن جزء منه ولادهم عليها فنحب نقول حاجه نتحملوا المسؤوليات مع بعضنا بالله مش سهله معناها كون واحد كل واحد يرقي اللعبه معناها نتاع بعض الاخطاء ولا بوت على الاخرين مهدي دلال يقول لماذا طلب المعتصمون بالمجلس بمجلس تاسيسي هل فعلا انا مطالب الثوره لن تتم الا بمجلس تاسيسي في كلمتين هذوما اجابات سريعه سي محمد شو رايك وش تنتظر بعد الثوره فما ناس مناضلين عندهم راي كون نمشيو بالقانون المنظم بالدستور القديم نحطوا فيه بعض التغييرات في المجال الانتخابي ما عندناش حق في تنقيحه والراي الغالب اكثر والقسم اثنين والكل هو كونه حاشتنا مجلس تاسيسي يحكم مده معينه يضع الدستور وياخذ كل الصلاحيات وش تنتظر ما نجموش نرجعوا تو نناقشوا لا السؤال من عند مهدي دلال انا نحب نذكرك حاجه واحده وجيت في الاستوديو هذا بالذات قلت راني ضد المجلس التاسيسي وعندنا حلول قانونيه تسمح لنا كون نمروا الانتخابات، لكن وقت ولاو اغلبيه التوانسه مع حل معين لازم الانسان يكون وفاقي ويتواضع شويه واضح. لا نملك الحقيقه، وليت مع الناس اللي قالت المجلس التاسيسي. في زياد في كلمتين تفضل. نقول المجلس التاسيسي هو معناها خيار صعيب.
لانه يعني مرحله انتقاليه ثانيه. مرحله انتقاليه ثانيه يعني كل الصعوبات اللي قاعدين نشوفوا فيها. لو كانت تحقق الوفاق، احنا اقترحنا حكومه وحده وطنيه بعد الانتخابات ودافعنا الخيار هذا في الحمله الانتخابيه، لو كانت حكومه وحده وطنيه ومجلس تاسيسي كنا نجموا نتجاوزوا الصعوبات اللي عرفناها. شهيد لافي، النواب تركوا الدستور جانبا واهتموا بالتسيير الحكومي نزولا عند شهوه السلطه، فلماذا لا يستقيل المجلس ليشتغل سياسه ويفسح المجال لخبراء الدستور لينهوه في ايام قليله؟ شنو رايك؟ السؤال اللي ذري سي محمد. لا سي محمد تفضل. سي محمد شنو رايك؟ هو وزير ولا شهيد وزير؟ ولا يغزر ال احنا كنا نتمناو الشيء هذا، ولكن مع الاسف عند اراده شعبيه هبطت في القصبه واحد وفي القصبه اثنين توجد مجلس وطني تاسيسي. اليوم نتجاوزوها المرحله هذه، مجلس وطني تاسيسي موجود، ولكن الحل راهو ماهوش بال مجلس وطني تأسيسي، بإرادة سياسية حقيقية. لأنه يكون مجلس وطني تأسيسي كما قال شامبر دون رجسترمون يمرروا فيه القرارات، راهو ماهوش باش بدل حتى شيء. مشكلة البطالة ما تحلتش، ومشكلة التضخم ما تحلتش، ومشكلة التنمية ما تحلتش، والتنمية العادلة بين الجهات ما تحلتش، والقضاء ما تحلش، والإعلام ما تحلش، هيفا زرت كل شيء ما تحلش. هيفا زرت تقول لماذا لم يحدد المجلس التأسيسي المدة الإضافية التي تلزمه لنهاية كتابة الدستور بعد تجاوزه المدة المتفق عليه يا دمين؟ هذا كان مقترح نتاعنا وقت اللي ناقشنا التنظيم وقت الصلات، وقلنا مش ما نخليوش الباب لإمكانية التواصل مدى الحياة. يا خويا نقولوا المجلس الوطني التأسيسي مدته سنة، وفي حالة تعذر ذلك تجدد لمدة 6 أشهر لا غير. للأسف الأغلبية ما مشاش فيه. باش نرجع فقط في بيتك عطيت معلومة ولا مهم يعني أي لا طبعا راهو احنا جيتوا توما من الأول قلتوا باش نعملوا حكومة سياسي، قلنا حكومة التكنوقراط، قلت حكومة سياسية. طبيعي باش نجي نصوت على تنظيم المواقت للسلطة، باش نجي نقول لك اعطيني سلطة الرقابة على الحكومة هذه، لأنه ماهوش معقول مني كمعارضة. احنا زوز طلبنا ليه؟ أنت ما تحملش المسؤولية وعارضة. هو نتيجة ما ترقبهمش، ما ترقبش التكنوقراط. سامحني نقول لك وقتها تولي المهام نتاعهم محصورة ويتكفل المجلس الوطني التأسيسي بصياغة الدستور. سفيان إذا الكلمة الأخيرة ليك فضلك، نعطيك دقيقة. في دقيقة أنه من حق المجلس التأسيسي أنه يعمل خيارات، لكن ككل خيارات تحاسبوا عليها. نجمش أنت تعمل خيار من بعد تقولي لي ما تحاسبنيش. اليوم فما انطباع سيء على المجلس التأسيسي نتيجة للخيارات اللي صارت، نحب ولا نكره. ثانيا هو أنه تسمع الناس كل يحكيوا على توسيع الوفاق، الكلهم يحكيوا على الوفاق، لكن كل واحد في مخه من تالي عنده مفهوم خاص للوفاق، بل يحب يمرر الوفاق متاعه هو ويعرق الوفاق متاع الآخرين. وذاك علاش أنه كل واحد عنده أجندة، راو هذاك علاش راهم ماناش متفقين على أجندة واضحة. هذاك علاش المبادرة متاع الاتحاد فما محاولات اللي عرقلتها لليوم الصباح. هذاك علاش حركة النهضة تستنى في مبادرة الاتحاد باش أنها هي تعلن الأجندة بتاعها نهار 18 أكتوبر. دونك تحسبهم جمعا وقلوبهم شتى، وهذه مشكلة أساسية داخل الحياة السياسية التونسية وداخل المجلس التأسيسي. شكون كانت الختام سفيان؟ كان تسمح شكون كانت ثلاثة الدستور، إذا ما يكونش دستور كل التونسيين باش نمشيو للاستفتاء، وما تصوروش قداش مخطر اللجوء إلى الاستفتاء. شبح الاستفتاء اللي يقعد يمكن موجود فيما يخص التعامل مع فكرة كتابة الدستور الجديد. على كل حال نشوفوا عديد الأوجه في الموضوع هذا. شكرا للضيوف اليوم اللي شاركونا السهرة في استوديو السياسة. إذا شكرا لسي محمد عبو، شكرا لسي زياد العذاري، إياد دهماني بارك الله فيك كذلك على قبول الدعوة، والسيد محمود البارودي. شكرا لسفيان، شكرا لكم أنتم خاصة اللي تعطيونا شوية من وقتكم كل مرة في استوديو السياسة على قناة نسمة، في انتظار مواعيد حوارية أخرى في الأمان.